تنطلق في لحظات هنا في استاد 8 ماي في أولى أيام دربيات المغرب العربي. إذا اللقاء سينطلق في لحظات في استاد 8 ماي بين وفاق ستيف والترجي التونسي. إذا نجدد التحية أصدقائي المشاهدين من استاد 845 لقاء الترجي الرياضي التونسي ونادي وفاق ستيف، مباراة دوري أبطال العرب برسم دوري الأربعة. مباراة تبقى مهمة جدا، مباراة لها كل الحسابات الممكنة هنا في ديربي المغرب العربي في إطار السيمي فاينل. إذا لقاء الوفاق والترجي الرياضي التونسي، لقاء نصف النهائي الأول، نصف النهائي الثاني سيلعب غدا إن شاء الله في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وفريق المغربي وداد كازابلانكا. مباراة مهمة جدا، ننتظر في هذه اللحظات وهذه اللقطات انطلاقة الماتش وبانتظار التشكيل، بانتظار أيضا صوت زميلنا عبد العزيز الزواوي المعلق الجزائري الشقيق من 8 ماي. مؤقتا نقول جمهور العربي موجودين متواجدين عبر الصوتيتين في انتظار التغلب على الطارئ الفني والعارض الصوتي، لذلك موجودين مؤقتا في الصوتيه الاولى والصوتيه اثنين. لقاء الديربي، لقاء سينطلق في لحظات باداره الحكم العماني عبد الله الهلالي. تشكيله الترجي الرياضي التونسي في حراسه المرمى حمدي القصراوي، على اليمين جونفيي بيسالا بوكونغو، على اليسار خليل شمام، في محور الدفاع الدربالي والعابدي، في وسط الميدان اثنين بيفو القربي والسويسي، على اليمين التايب، على اليسار بوعزي. بالنسبه لاسامه دراجي رقم 10 ورقم 14 مايكالي رامو. بالنسبه لوفاق ستيف في حراسه المرمى، قبل المرمى رقم 11 عندي بيان فونو من خرج من التشكيل الترجي، القصراوي جونفيي العابدي الدربالي يقصد السويسي والقربي الرامو الشمام بيان فونو وليد الطايب. يعني في لعب والتغيير ممكن اللحظات الاخيره بالنسبه للمدرب فوز البنزرتي باقحام اونري بيان فونو بديل لوجدي بوعزي. بالفعل هذه هي التشكيله حسب ما تجينا من استاد ستيف. الوفاق او لونتونت في حراسه المرمى فراجي، على اليمين سليمان رحلو 17، على اليسار 26 حسين مترف، في محور دفاع يلعب باثنين، وفي العاده المدرب ايد جود يلعب ثلاثه في المحور، يلعب اليوم اربعه العفاوي ورقم خمسه اسماعيل ديس، في وسط الميدان الارتكاز 13 مراد دالهوم، رقم 24 على اليمين مبان، على اليسار العموري جديات 14، لزر حاج عيسى 10، عبد الملك زيايا 9. ويلعب طبعا في التشكيل بالقائد رقم 7 لاعب السابق للجياس كابيلي. اذا حكم المباراة قلت العماني عبد الله الهلالي. اللقاء المنتظر الذي ينطلق في لحظات، نشوف في وجدي بوعزي يقوم بالحركات الحمائية مع الفريق قبل انطلاق المباراة. ممكن جانب الاحتياطيين سيف الدين الشماري، خالد العياري، الان ينطلق المربع الذهبي. حذاري من العموري جديات، قوة الوفاق على اطراف، يلعب باثنين على اليمين راحوا قدامه جديات، في الجهه اليسرى عندهم مترف ومبان. والوفاق هو بطل العرب 2007 2008 في منافسه الترجي التونسي. لقاء ديربي، لقاء يلعب حاليا وهنيا بين بطل الدوري الجزائري وبين بطل الدوري التونسي على مستوى الجوله 24 في تونس وعلى مستوى الاسبوع 22 في البطوله الجزائريه. يعني المتصدر للدوري الجزائري ضد صاحب الطليعة في البطولة الوطنية. الترجي في الجزائر للمرة العاشرة بملاحظة هزيمة وحيدة من عام 89، في 20 سنة خسر كان مرة. الترجي في الجزائر بدا عام 71 خسر ضد السير بي، فريق بالوزداد الحالي بالكور في جيل السبعينات بقيادة النجم الألماس.
كان خسر الترجي 3-2 في استاد 20 اوت، عام 71 خسر 3 بلاش من لامسيا، عام 86 2-1 ضد الزيوزو كان يومها مدربهم خالف محي الدين، عام 89 3-1 ضد مولدية وهران الحمراوة، ثم 94 في يوم مثل اليوم كان صعب على مستوى المناخ والطقس بقيادة نفس الرجل الكوموندوس فوزي البنزرتي، الترجي كان تعادل في تلمسان ضد مولدية وهران 2-2. كان في نصف نهائي الكاب شامبيونز ليج عام 2003 كان فوز تاريخي على اليو اس ما في استاد البليدة بهدف ابراهيم ادياكي. مباراة اليوم داخل مباراة باتشو العرب الازهر حاج عيسى وبيكاسو الكرة العربية اسامة دراجي. اذا على بركة الله الخطوة الاولى، طقس بارد جدا في ستيف تقريب درجتين فقط فوق الصفر، الثلوج تهاطلت على مدى ساعات، وباش نظف الاطار المشرف على استاد 8 ماي الملعب وخرج الثلج احتجنا 3 ساعات. طول وعلو الثلج كان 15 سنتيمتر. مباراة ستلعب مبدئيا على المعشب الخضراء، وعلى بركة الله ننطلق في المباراة. لو اس اس لو اس تي وفاق ستيف الجزائري ضد الترجي التونسي في الكرة الأولى، ينطلق وبخطأ في مخالفة يصفرها الحكم العماني عبد الله الهلالي على زين العابدين السويسي. ترجي يوم الخميس لعب بالدوري ربح البنزرتي 1-0 الامضالي اسامة الدراجي، عمل بعض التغييرات المدرب فوزي بنزرتي، اليوم دخول العابدي والدربالي في المحور، الاستعانة بالثنائي السويسي والقربي كارتيكاس، والتعويل على التايب في الجهة اليمين لوسط ميدان الترجي. الدراجي ينطلق خليل شمام، تمشي كورة بعيدة على مايكل الرامو أو خالد القربي، لعب الترجي التونسي في ميركاتو شتاء جامع الملعب التونسي، تمشي كورة للوفاق الصيفي عن طريق اختر اسم أفضل لاعب باتشو. إذا نعود للمباراة في هذه اللحظات في الانطلاق عبر الصوتية الثانية، تمشي الكورة في المباراة لفريق الوفاق، حذاري من باتشو انطلاقة سريعة جدا خطيرة، توسيعة والدفاع يتصدى دفاع الترجي التونسي عن طريق اللاعب بوكونغو، باسيلا توزيعة الثانية، كرة تبقى خطيرة ملعوبة بالراس تيجي اللعب تقريبا في الشوط الأول. الترجي صفر لونطوط بتاع ستيف صفر، لقاء يجمع بين الترجي التونسي في أول نصف نهائي في دوري أبطال العرب ضد وفاق ستيف حامل لقب المسابقتين في آخر السيزون. فريق الوفاق هو بطل 2007 لما فاز في النهاية على الفيصلي، وكرر الإنجاز في 2008 لما انتصر في النهاية على الواك ويداد كازابلانكا. إذا تمشي الكرة في وسط الميدان لفريق الترجي التونسي. هذه المباراة والانطلاقة السريعة جدا. اليوم المباراة مش تلعب في المهارة، في الإمكانيات الفنية الكبيرة والعالية. الكل من أسامة الدراجي من جانب الترجي، ومن جانب الكحلة اللاعب الأزهر حاج عيسى. معركة وسط الميدان تبدأ بكرة القربي، تمشي مايكل الرامو الدراجي في وسط الميدان طريق الأربعة للكبار. الفريق الصيفي الوفاق كان ترشح على الانصار اللبناني، ربح 3-2 في هذا الملعب، تعادل 0-0 في بيروت، ثم فاز على الهلال السوداني من ماتش 1-2-1 في السودان بالذات، تعطيك فكره على قيمه الصيفيه. ثم كان الترشح على اتحاد المنستير اليو اس ام 1-1 في المنستير، ثم 3-1 في استاد 8 ماي 45 لما كسب الرهان الوفاق الصيفي. هذه هي المباراة في وسط الميدان بكرة جديدة، ينطلق الهجوم الوفاق خطيرة جدا، الراسية والقصراوي، الراسية والقصراوي لأخطر كرة، أول فرصة لونطونت، كرة صعبة برشا، كرة الدقائق الأولى راسية، والحارس حمدي القصراوي كان موجود، كرة صعبة جدا على دفاعات الترجي، الكحلة نسور الهضاب، هكذا يكن وفاق ستيف، الترجي الدم والذهب للسويور في مهمة عربية، ينطلق الهجوم، ريتم وفي خطأ. في مخالفة لفريق الترجي، نعرف أن تاريخ الترجي التونسي العربي سجل خلاله بطولتين، اللقبين كان بقيادة البنزرتي. يلعب الترجي على ثالث تتويجاته على المستوى الإقليمي بعد 93 كأس العرب الأندية البطلة في تونس، و96 في شهر ماي بطولة النخبة العربية، في النهاية على الهلال السعودي الشقيق. الكرات الثابتة كانت دائما نقطة قوة الترجي. بنزرتي من التسعينات خدم برشا على هذا الاتجاه في هذا الجانب، والكرة تمشي من تنفيذ الدراجي.
الانطلاق الهجوم في استاد النار والانتصار. أجواء كبيرة جدا تعودنا عليها من ملعب ستيف، بينما هنا جماهير الأحمر أصفر جمهور العاصميين هنا في رحلة ستيف. تمشي كرة خطيرة للترجي، والهدف الأول، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، الهدف الأول زياد الدربالي في أول 5 دقائق، في وقت الحديث عن قيمة الكرات الثابتة، في وقت الحديث عن أهمية الكومنتوس البنزرتي. الترجي يفتح باب التسجيل 1-0 بكرة ثابتة ولا أحلى، كرة من الترجي بالراس الدربالي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. إذن بداية ممتازة جدا، هذه الكرة مشات ممتازة من خليل شمام، يضرب بالراس والهدف، يحتاج لونتونت على وجود أوفسايد، الحكم المساعد ما يرفعش الراية، يقر شرعية الهدف. الدربالي خرج من وراء مدافعين حسب قرار المساعد، والنتيجة تقر وتثبت للعاصمين. الترجي 1 لونتونت بتاع ستيف 0. بطل العرب الآن يبدأ في فترة حرجة بسيناريو يرفض الحكم بعد دقيقتين، يرفض الحكم عبد الله الهلالي. هذا هو السيناريو والشكل، يبدو الحكم العماني رفض الهدف عبد الله الهلالي. في 5 دقائق لعب بالشوط الأول بداية نارية في ملعب النار والانتصار، لكن أي الفريقين سينتصر هذا المساء؟ إذن احتجاج لا من جمهور هو فريق الترجي طبيعي جدا، لأنه الحكم تأخر على إعلان من هذه الزاوية، هل وجود أوفسايد أم لا؟ ماذا احتسب المساعد؟ لماذا مشى للسانتر أو الوسط الملعب ومن بعد رفض؟ هذه هي الإشارة، وهنا تتوقف المباراة. هنا تتوقف المباراة مع صافرة العماني عبد الله الهلالي. أقر الهدف وثم تراجع عن القرار الحكم العماني عبد الله الهلالي. شوف الكرة، شوف اللقطة، جاي من تالي يبدو الراسية، انطلاقة الدربالي من هذه الزوايا أمانة في كل الأحوال. لماذا أقر الهدف ثم لماذا رفض الهدف؟ إذن هذه الكرة والمباراة ستتوقف طبعا للحظات ودقائق. نلعب في نصف نهائي دوري أبطال العرب، الهدف بحسابه، الأمور في بداية ماتش طبعا تفرق برشا. الحكم مشى للهدف ثم يرفض الهدف، وبالتالي نقول رغم نحبذوش هذه المشاهد، لكن من الطبيعي جدا أنه تكون الأمور على هذه اللخبطة الحالية في دقائق أولى من ملعب 845. هنا الأجواء الباردة جدا لكن سخونة برشا، سخونة برشا في مباراة الكبيرين الوفاق الصيفي والترجي الرياضي. الأجواء كبيرة، مباراة مهمة جدا، مباراة الشقاء، مباراة الديربي ديما عندها حسابات، مباراة الديربي طبعا ديما عندها حسابات مهمة. إذن تتوقف المباراة كما قلت الآن أكثر من 3 دقائق. هذه هي الأجواء في استاد ستيف، تقريب 1000 من مناصري ومشجعي الترجي عملوا التنقل والتحول إلى ستيف اللي مش بعيدة طبعا الجزائر على تونس في حدود مشتركة. وهنا ماذا سيقر الحكم العماني بعد احتجاجات من الصيفية، بعد احتجاجات من الترجيين وانذار لوسام العابدي؟ شوف قرار يعني يتراجع فيه او قرار غير مركز فيه او غير مثبت فيه، تعمل انذارات وتعمل اقصائيات وتعمل كثير من الامور في هذه المباريات العربيه اللي نحبوها ديما في مستوى عالي وفي مستوى يشرف كورتنا في الوطن العربي. اذا اللقاء سيعود الى سكور 0-0 مع مخالفه للحكم عبد الله الهلالي لزفر، لكن ماذا زفر؟ هل رجع قال تسلل او اعتبرها لمسه يد على الدراجي؟
القرار باعتبار ننقل كل مباريات العربية هنا من عمان، فبالتالي ما يمكنناش الوصول المعلومة كما هي لماذا أو دواعي إلغاء الهدف. في كل الأحوال تم إلغاء الهدف ليبقى سكور 0-0 مع بداية نارية في مباراة الديربي المغاربي. كانت فرصة أولى وكرة أولى خطيرة لفريق الوفاق الصيفي حمد القصراوي، شد الكرة بديه، ثم في الجزء الثاني كان هدف حسبه الحكم والمساعد ثم رجع عمل الرفض للهدف اللي سجله الدربالي، بينما كرة خطيرة جدا ملعوبة صعبة، فرصة يخرج حمد القصراوي، ممتاز القصراوي. مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، لن تكون سهلة. العموري جديات أفضل لاعب عربي عام 2007 في دوري الأبطال، لاعب مهاري جدا، لازم الترجي يرد باله من العموري جديات الحاج عيسى وعبد الملك السيايا اللي سجل هاتريك في مرمى الوسام. إذا نتواصل مع المباراة في هذه الدقيقة تقريبا 10 من زمن المباراة في الشوط الأول. اي ار تي سبورت 1 تقودنا، أو اي ار تي سبورت 3 تقودنا إلى مباراة القمة المغاربية العربية في إطار دوري الأبطال، والنتيجة بيضاء 0-0. الوفاق الصيفي والترجي التونسي مع إصابة إن شاء الله سليمة بالنسبة للحارس الدولي حمد القصراوي. نحب المباراة تكون كبيرة على مستوى المهارات والفنيات. الترجي مطلوب منه أنه يرجع يركز بعد هذه اللخبطة اللي ممكن مسؤول عليها أكيد ليس بالممكن مؤكد الحكم، يعني أشري لهدف ثم رفض لهدف، طبيعي جدا أنه الفريق يخرج شوية يقولوا من تركيز. وشوف الترجي حقيقة يعني في دقيقة كان يتبدل السيناريو السيمي فاينل كامل. هدف لصفر للترجي، الغاء الهدف، تراجع الحكم عبد الله الهلالي، رجع الترجي خذا انذار العابدي، رجع وفاق ستيف باكثر عزيمه لعب كونتر اتاك الجديات. كان ممكن الترجي في دقيقه ونصف تتقلب المباراه، تتقلب اللعبه، تتقلب بطاقه كامله اسمها بطاقه النهائي الكبير في شهر مايو القادم. اذا تتواصل لحظات النتيجه في الدقيقه 10 من الشوط الاول 0-0 بين الفريقين. تمشي كرة طويلة على أونري بيانفونو، أول مرة منذ قدوم فوزي بن زرتي أونري بيانفونو يكون أساسي في تشكيلة المباراة. يتم الاختيار في آخر لحظة على حساب واجد بوعاسي اللي ممكن يبقى من الورقات المهمة للترجيين في الشوط الثاني أو في قادم دقائق الماتش. ترجع الكرة من خليل شمام، يلعب كرة طويلة في وسط الميدان بعيد على مايكل الرامو، تتهيأ الكرة في الوسط عن طريق الفريق الجزائري. وفاق ستيف يحاول يهاجم والكرة ترجع. إذا كرة في وسط الملعب تبقى بتماس لوفاق ستيف. وفاق عنده لاعب ممتاز جدا الكاميروني فرانسوا أومبان، لاعب عوض مليح، مارسيل رمزي أديكو لاعب الإيفواري اللي أسلم وانطلق في رحلة احترافية في فرنسا. المباراة تبقى 0-0. هدف الترجي ألغي في الدقيقة الخامسة من المباراة، هدف الدربالي. مايكل الرامو 3 اهداف البطوله للترجي، بينما زيايا هو هداف لونتون سجل 4 اهداف. خليل شمام بريسينج للوفاق الصيفي لنصور الهضاب والكره ترجع. اجواء كبيره في المباراه في هذا اللقاء وهذا العنوان. ترجع الكره مره اخرى لفريق الترجي، حاول اونري بيانفوني فما خطا، فما خطا لصالح اللاعب الكاميروني اونري بيانفوني. والتدخل الدفاعي اليوم قلت المدرب عز الدين ايد شودي اللي درب تاريخيا شبيبة القبائل، لويس مادالجي عنابه بالوزداد درب في المغرب مدة وجده، يلعب اثنين في المحور بعد ما كان في العاده يلعب بالعيفاوي اسماعيل ديس واللاعب اكساس، اليوم يلعب اثنين فقط لانه الترجي في باله انه يلعب بمايكل وحده في البوانت وهذا صحيح، ثم يحب يبحث على سكور كبير وهذا بالنسبه له مشروع، لكن الترجي ومايكل والترجي من الخلف ممكن يستغلوا هذه الوضعيات للمباغته والتسجيل، وهذا اللي طلبه فوزي بن زرتي من فريقه. قال عنوان عبور النهائي هدف في استاد الوفاق. الوفاق الصيفي، الكلمه اللي قالها الكابتن خالد حسني ممكن تتاكد مع بدايه المعلومات والمعطيات والمباراه انه الفريق الوفاقي عنده مشكل على الكرات الثابته. الترجي من اول كره جاب هدف اللي تلغاه كما قلنا، وتراجع في اقرار الحكم باشاره من مساعده الحكم العماني عبد الله الهلالي. وبالنسبه لقال عوده يوم 26 ابريل الاحد سيكون طاقم تحكيم مصري بقياده الطيار يخدم بيلوت هو عصام عبد الفتاح، بينما كره ممتازه لازر حاج عيسى في كره طويله ترجع من الدفاع من العابدي. العابدي تحسن مردود الترجي دفاعيا في الفتره الاخيره، ان شاء الله ياكد هذا التطور في الاداء وفي المستوى في قادم مباريات واولها من هذا اللقاء. ينطلق خليل شمام، شمام للترجي التونسي، يلعب شمام كره طويله في العمق،
الكرة السال عند الحارس فراجي اللي عوض سمير حجاوي. الوفاق في ستيف قصة انتصار هذا العام، 15 مباراة تعادل مرة. فريق اتحاد الجزائر والوحيد اللي فرض التعادل على الوفاق في ملعب النار بتعادل 1-1. ال 14 مباراة الأخرى في كأس أفريقيا على خليج السرد، في كأس الجزائر آخرها 4-1 على النجم بن عكنون، و10 مباريات في البطولة. الوفاق الصيفي عرف لغة واحدة هي لغة الانتصار. ليس سهل هذا الفريق، الملعب اللي شد نقول سقوط الكبار يا رحو. 1-0 فوز على الوداد، 2-0 على الرجاء، 3-0 على المريخ، 4-1 على اتحاد جدة، 2-0 على أهلي جدة. بالفعل فريق خطير. أخرج قصراوي في رايو صفارة في تسلل الترجي بدي مليح. الوفاق يلعب بحذر، خايف من مرتدات الترجي، من فنيات الدراجي، ومن سرعة وقوة خاصة في أداء مايكل الرامو. الرامو اللي ضيع ضربة جزاء في مباراة البنزرتي يوم الخميس ما كانش في أداء كبير. عاب يلزم يلعب بسرعة بعيدا عن كل المشاكل والشبهات في ذي الورقة الصفراء في الرصيد. لمشي كرة من زياد دربالي، يلعب لعابدي وسام العابدي، طير كرة بس الميدان. معركة الوسط لما ستكون. الفريق الصيفي عندهم لاعبية كبار في خط النصف، والترجي قاري حساباته لهذا الأداء وهذا المستوى بالروح والجرينتا. تمشي كرة خالد القربي، تقسيم المجهودات مهم جدا في ظل انه ماتش عربي صعب ومهم في ستيف. 48 ساعة بعد لقاء صعب في الدوري. ينطلق اونري بيان فينو، يمشي اونري، يوزع عرضية خطيرة والدفاع. الترجي ضاغط منذ البداية، الترجي في سيناريو مفاجئ وجميل انه باغت الوفاق الصيفي في الاتاك، لانه الوفاق لو تلعب معاه في الدفاع في وجود جديات هو حاج عيسى تلهوم وزيايا يتعب ويرهق كثيرا الفريق التونسي العاصمي. هنا خطا وفاول لخالد القربي. ربع ساعه في الشوط الاول لم تتغير النتيجه 0-0، مع كره اولى للفريق الجزائري الصيفي بالراس زيايا والقصراوي موجود. هدف بتنفيذ شمام وراسيه الدربالي في المرمى. الحكم بعد دقيقتين يلغي الهدف. ثم كره اخرى جديده كانت بقياده بيان فينو اللي يعمل في الشغل في الجهه اليمين لفريق الوفاق الصيفي النسر الاسود. تمشي كره مره اخرى عن طريق القربي، يلعب خالد القربي، كره من بعيد يحاول بناء الترجي هجوميا براح عن طريق اللاعب العابدي. العابدي يعمل كروس تويت تتهيأ بالراس عن طريق فرانسوا اومبان، اللاعب الكاميروني الممتاز قلت في الفريق الصيفي. والوفاق مع عبد الحكيم سرار رئيس النادي اللي من 20 سنه كلعب في الدوري التونسي، محترف في صفوف النجم الرياضي الساحلي. تمشي كره طويله ملعوبه لمايكل الرامو، مستحيل على مايكل، ترجع الكره في 6 امتار لنادي الوفاق، وفاق ستيف او وفاق الجزائر. وفاق ستيف نادي تاسس عام 1958، فاز في سجله بثلاثة بطولات 6 كؤوس، هو يعتبر سيد الكؤوس في الجزائر، وايضا حصل على لقبين على المستوى العربي. اونري بيان فينو في مكان وجدي بوعزي في الجهه اليسرى يحاول يوصل. اللقاء ينطلق صعب ومثير من الفريقين، كره بكره، فرصه بفرصه، والكره عند القصراوي في مامن وبامان. ترجع الكره من حمدي القصراوي. 17 دقيقه لعب في الشوط الاول من مباراه دوري ابطال العرب، نصف النهائي الاول وغدا النصف الثاني. هناك الحوار المغاربي الثاني بين وداد الامه وداد كازابلانكا ويوفي العرب النادي الرياضي صفاقس في المهيري. لقاء ينطلق الساعة 6 مساء في توقيت تونس، يعني 5 بالتوقيت الدولي جي ام تي، لمن يبغى ولمن يريد ولمن يسعى لمشاهدة هذا اللقاء الثاني في دور الأربعة في دوري الأبطال. الترجي في سجله العربي 34 مباراة، اليوم الترجي سجل حضوره 35 بين أشقائه العرب بجزئيات وتفاصيل فيها 19 انتصار، 6 تعادلات و9 هزائم. هو في كلمة من الفرق اللي نعاونوا عليها في تونس دائما في المشاركات الخارجية لرفع الراية الوطنية. ينطلق الهجوم عن طريق التايب الركنية. الكرة الثانية للترجي من خلال الكورنر بعد ما خرجها حسين مترف. خرجها اللاعب مترف وكرة صعبة. الكرة الثابتة للترجي بادي مليح. 19 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة متعادلة على البياض 0-0 بين البيضة والكحلة وبين الحمراء والصفراء. يتقدم الهجوم للفريق التونسي. نادي الترجي فريق يحتفل هذا العام بالتسعينية ويلعب على 4 وجهات. خليل شمام مرة أخرى يحاول ينطلق ليو باغت، يمشي شمام، كورة على القائم الثاني الصعبة، والكورة ترجع من أمام مايكل الرامو ومن أمام المهاجمين والكونتر أتاك.
يلعب المرتدة الفريق الصيفي عن طريق باتشو، يمشي حاج عيسى، حاج عيسى والترجي موجود في الدفاع، ممتازة التغطية، ممتازة، يرجع بالكرة القربي، القربي تتهيأ الكرة للتماس لفريق الترجي الرياضي. حجاري من هذه المرتدات نعرف قوة وفاق ستيف، ماكينة هجومية الفريق الصيفي، سجل في الكاس رباعية على فريق نجم بن عكنون، سجل ثلاثية على مستوى دوري أبطال العرب في مرمى الاتحاد المنستيري، وخماسية في كاس أفريقيا على خليج السرد، يعني في آخر ثلاث مباريات سجل هدف، اكتف في اكتف ممتاز، يمشي سي عبد السويسي، السويسي ممتازة جدا، يلعب الكرة لمايكل الرامو، الرامو يسدد ويسجل، يسجل مايكل الرامو، لا، العارضة تقول لا، الترجي يبدع، الترجي يتألق هنا في استاد الوفاق. الترجي الرياضي التونسي يتألق هنا في استاد لونتون. سيناريو قوي جدا، وهنا الشماريخ العاصمين، السويسي يلعب لمايكل، مايكل يدخل 18 يسدد، ترتد من اسماعيل ديس، يرجعها الحارس وما دخلتش، أمانة ما دخلتش كرة مايكل، لكن الترجي ماشي في طريق صحيح، ماشي في الطريق المليح، الفريق التونسي يلعب بشكل ممتاز هنا في قمة المغرب العربي بين وفاق الجزائر وبين الترجي تونس. تتهيأ الكرة الآن. إمكانية جديدة لفريق الترجي، تتنفذ كرة عن طريق القربي الراسية والدفاع، تمشي كرة برا من مايكل الرامو، تمشي كرة برا من مايكل الرامو. هذه هي الكرة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي، التسديدة من مايكل وما دخلتش، عندما لا تريد لا تريد، الله يستر القادم، لأنه الترجي يعني خدعته وخانته الكرة بالمستوى الأداء اللي بدأ به فريق باب سويقة. حذاري من الكرات هذه، حذاري من الأخطاء هذه، الوفاق ما يسمحش، والترجي اليوم واضح أنه ما يتسمحش، في كرة أولى بهدف ألغية وبكرة ثانية هزت الشبكة، لكن العارضة قالت لا، العارضة تصدت لكرة مايكل الرامو، يمشي الوفاق الصيفي ويربح خطأ، يربح خطأ اللاعب فرانسوا أومبام. 21 دقيقة، ترجي بدا مليح، يلزم يكمل، يلزم يكمل، مستوى ممتاز جدا، ومن الواضح بالنسبة لفريق عز الدين أيتشودي أن الفريق التونسي نقول نوع من المباغتة التكتيكية، ما كانش الوفاق في قناعاتي الشخصية على الأقل أنه ينتظر الترجي مهاجم باكتساح منذ الدقائق الأولى، وكان الماتش في رأس أو المنزع. كرة تبقى خطيرة، حذاري من الكرة الثابتة، عنوان أول ضاع، عنوان ثاني ضاع، والثالث موجود القصراوي، موجود حمدي القصراوي، تمشي كرة طويلة. هذه هي الأمور والمباراة هنا المغاربية في موسم 2008-2009 الخامسة لمن ستكون، تونس والجزائر أربع مباريات، ثلاثة عادت للأندية التونسية، واحدة للأندية الجزائرية بفضل الوفاق على USM، بينما كرة ترجع خطيرة، إن شاء الله الصورة تتضح مرة ثانية، لأن الأمور صعبة، وكانت صعبة جدا من الوفاق الصيفي، كانت صعبة جدا من الوفاق الصيفي، وأتمنى من زملاء التقنيين ممكن صوت الجمهور، لانه مقطوع ومفصول تماما. على كل حال هذه هي الاجواء في استاد 845، يعني كان الاجواء المناخيه تذكرني برشا بتلمسان 94، الترجي في نصف النهايه ضد لمسيو الحمراوه نتاع وهران، تمشي كره طويله ملعوبه للعاصميين في كره في الميدان فرانسوا امبان، يخرج الضغط بريسنج عالي للترجي، المهاره نتاع الازرق حاج عيسى، والكره فيها خطا جديد، حذاري من باتشو، هذا هو يبقى العنوان الأميز في الكرة الجزائرية في هذه الفترة، حاج عيسى محليا وزياني المحترف في الأوام الأولمبيك دو مارسي. على ذكر مارسي، المنتخب الخضر الجزائري سيحضر مباراة مصر المهمة في تصفية كأس العالم في مارسيليا، مع دعوة اثنين أو ثنائي من الوفاق اللي هما زيايا ودالهوم لاعب الوسط، مع ركنية الوفاق اللي يضغط الآن في إحساس من الخطر للفريق الوفاقي للنادي ستيف اللي يدرك جيد البداية القوية للترجي، إن شاء الله تكمل على خير في مباراة صعبة جدا، تمشي كورة خذاري وترجع مرة أخرى، خرجها تماس بعد القدام، كورة ضايعة كانت من وسام الدراجي، طقس بارد درجتين فقط، درجتين فقط تحت الصفر، البارح كلها أمطار في الليل واليوم من الصباح الباكر كانت ثلوج، تمشي كرة بالراس صعبة جدا خطيرة، والوفاق الصيفي في كرة عالية، كرة عالية ركنية ثالثة، يضغط لونتونت الآن، يضغط الكحلة والبيضة على الأحمر والأصفر التونسي، حذاري من الكرات القادمة. في أول 20 دقيقة الترجي أمانة كان يستحق التقدم بهدف من كورتين واضحين جدا، الحظ في بعض الأحيان
وموجود بفتنه ومهاره هذه المره القصراوي بالراس عند التايب، التايب ممتاز للاندفاع والكره الدراجي، حكم يقول العب، ترجع مره اخرى جزائريه، فما برشا اجريسيفيتي في اللعب من الفريقين، طبعا الاداء الرجولي هذا هو المعني بالكلمه والذي اعني به من خلال المفرده واللفظه، تمشي الكره في التماس لا موجود اللاعب رقم ثلاثه بوكونكو بيسالا جونفيي، هو كره للترجي، كره للترجي في 25 دقيقه لعب في الشوط الاول، خطا على اليسار الباك ليفت لارير جوش حسين مدرف، مباراه لن تكن سهله لا هنا ولا هناك، ما زالت لم تحسم مباراه المغاربيين، مباراه الاشقاء والاحبه والجيران، الجار الجزائري مع الفريق التونسي، تمشي كره وبخطا يقول المساعد، اللاينسمان يقول فاول لمصلحه لاعب المحور عبد القادر العفاوي، اثنين في اللاكس اليوم العفاوي واسماعيل تيس، مايكل ممكن ينجح هذا المساء ضد الاسماعيلي لعبوا عليه ثلاثه، لعب شريف عبد الفضيل داريو كان والثالث عبد الحميد سامي، وشفنا كيف تالق مايكل وكيف فتح من الخلف المساحه والمسافات لرقم 10 الرائع الدراجي، تتهيا الكره لزين العابدين السويسي، ترجي يخسر كره ويخسر شويه بانش وشويه نقول حضور في اخر خمسه دقائق، دقيقه 20 كنا عال العال، في خمسه دقائق شويه اخطاء الان وشويه ديشي في اللعب يلزم تتنحى في قادم الدقائق مع فريق خطير بقيمه وفاق ستيف، سليمان رحو بعيده حاج عيسى عندك الاوت عندك الست امتار، كوره ترجع للترجيين، طبعا رحله الترجي كانت البارح للجزائر وهنا كلمه حق، يعني استقبلت البعثه التونسيه هناك في مطار 8 ماي بشكل رائع جدا، موده جدا، الفرسان البارودك العادات التقليديه في تونس او في الجزائر، يعني بصراحه يعطيهم الصحه مسؤولي الوفاق اللي عملوا اكثر من مليح من مع الترجي، واكيد ان العاصميين الفريق التونسي سيرد الجميل باذن الله في لقاء العوده هناك في استاد رادس او المنزه في 26 افريل. ترجع الكرة مرة ثانية، يتقدم الهجوم الركنية، ركنية جديدة، يضغط يتواصل البريسينج للفريق الجزائري الآن عبر الكرة الثابتة اللي يا ريت نقصوا منها الآن، وليد التايب جونفي على اليمين، أونري بيانفوني خليل شمام على اليسار، شوف الأجواء من الثالثة مساء، أربع ساعات قبل الماتش، استاد الوفاق كله ملان، مع ترجع براسية للترجي العاصمي، ترجع للترجي التونسي، كورة من الراس في وسط الميدان للوفاق، وفاق ستيف، الترجي يلعب تكتل دفاعي، مرة أولى ومرة ثانية الكرة عنا. بالفعل الوفاق الصيفي طبعا نقول كرة عنا لأنه عبد العزيز زواوي في الصوتية الأولى قائل الكرة عنا والكرة أكيد لينا، إذا بين هذا وذاك من سيغني هذه ليلتي؟ من سيغني على ليلاه؟ وفاق الجزائر أم ترجي تونس؟ تمشي كرة من جونفي بيسالا بيكونغو، بيكونغو يلعب كرة الراسية في الميدان، مايكل يعمل الباس الدراجي يعمل ثانية لكن بعيد على أونري بيانفونو. كرة طويلة في وسط الميدان ترجع بالراس أو ترجع بالصدر الدربالي، زيادة دربالي في كرة طويلة ممكن جدا تخوف تمشي، ترجع الكرة من اسماعيل تيس، تيس والترجي وفي خطأ للترجي الرياضي التونسي عبد الله الهلالي العماني. حقيقة نهاية قبل أوان مثل مباراة الغد بين الوداد والسي اس اس، نهاية قبل الأوان، مباريات نهائية واللي يحب الليلو يسهر الليل بكله يتعب من اجل دوري ابطال العرب، بينما ينطلق الهجوم ما يعطيش لافونتاج ممكن في اخير لخليل شمام، الكرات الثابته هي سلاح، الكرات الثابته كانت عنوان من 94 من الهادي برخيصه بلها في مرمى الزمالك في مرمى حسين السيد، هل تتكرر المعادله بشمام وبيانفينو؟ الانطلاقه كانت الحكم قال ارجع، لعل في خير، لعل في العودة خير، لعل في لعب الكرة بكرة ثابتة مع الشماريخ ونيران استاد النار والانتصار، ملعب النار والانتصار، ما عندكمش فكرة، حضرت أكثر مرة في هذا الملعب حقيقة رهيب جدا، استاد 8 ماي في أجواء التشجيع والجرينتا بتاع جمهور الصيفي، بينما بالراس خطيرة مش ممكن، مش ممكن على الكرة الضايعة، زيادة دربالي مرة أخرى. ما فيش كلام، هات ورقة وهات ستيل وقلم نتفقوا، في 28 دقيقة نأكد لك الوفاق عنده مشكل في الكرة الثابتة، هذه نستغلها، هذه نستغلها، لأنه هما ما يسامحوناش، لأنه وفاق ستيف بطل عرب لو تجيه كرة مثل هذه سيسجلها يا عابدي يا وسام، لمن سترفع الأوسمة؟ لمن سنمنح الناشين هذا المساء؟ دراجي يرجع الكرة في نصف ساعة،
29 دقيقة بالضبط. سليمان راحوا في كرة طويلة عندك الراسية الدربالي، ممتازة زيادة الأولى، يلعب أونري ياخذ وسط ميدان الترجي، ينطلق الرايح، ينطلق بيكاسو، يمشي الدراجي، يلعب كورة لأونري بيانفونو، ترجع لأسامة الدراجي يضغط على كورة وفي خط ضد أسامة، في خط ضد أسامة. ترجع الكرة مرة أخرى للوفاق الصيفي، هذا هو الدراجي اللي ممكن يقول لك أنا الذي نظر العالم إلى قدمي، وأنا من أطرب بمراوغاتي من به غضب، على قولك يا متنبي مع الاقتباس، أنا الذي نظر العالم إلى قدمي وأنا الذي أمتعت العالم بمراوغاتي ونحيت عليهم كل غضبي. وفاق ستيف 0 الترجي العاصمي التونسي 0. نصف ساعة مرت وانقضت بين حرس لونتونت الوفاقية بالقائد وبين الحرس والسعي الترجي من أجل المباغتة. واسيس الجيري واستي تونسي 0-0 في 29 دقيقة لعب بالضبط في الفيرست هاف في الشوط الأول. حذاري من زيايا، انتبهوا لعبد الملك زيايا، زيايا الهداف بأربع أهداف في هذه البطولة. نصف ساعة شوط أول، في نصف ساعة ممتاز جدا اللي مطلوب من الترجي يعمل فيه وزيادة صراحة، ولو أنه الحرس الأفضل أن يكون بهدف ينفع برشا في وقت الضيق، ينفع برشا في وقت افتقاد الصديق، يفقد نقول ينفع برشا في وقت الحاجة إلى رفيق. تمشي الكرة طويلة، مايكل الرامو ياخذ الراسية والدفاع الجزائري موجود، يلعب الوفاق ببعض الحذر وراه الصفارة أوفسايد. التسلل على الهجوم الجزائري من الخطير عبد الملك الزيايا. وفاق ستيف مدرسة الكرة، مدرسة مختار العريبي الكرمالي، بوزيد اللي درب في تونس، بوزيد الشنيتي إن لم تخني إلى الذاكرة على الهامش، ولا شيء مكتوب ولا شيء مقروء، كله من الفكر يخرج، كله من الذاكرة نتذكر به تاريخ الكبيرين والعريقين. وفاق ستيف اللي كان عنده في الستينات اختصاص سبيسياليتي هو كاس الجزائر، ربحها 3-4 مرات في أول 5 نسخ بقيادة ماتام، خاصة اللعب الممتاز في جيل الستينات. جيل الثمانينات كان عندهم جيل ذهبي بقيادة المرحوم قريش، عجاس، عجيسة وباقي الأسماء وزركان، بينما الآن الترجي عنده انطلاق للهجوم، ينطلق الأتاك عن طريق خليل، خليل شمام، شمام في كرة ممتازة في خطا، نعم عبد الله الهلالي يقول الفاول. قطع النظر على الهدف اللي ألغاه الحكم طبعا بإصرار من مساعده بعد ما أقر المساعد نفسه، نقول الحكم العماني نصف ساعة بصراحة كوريكت، يعني ممتاز في أدائه، عاطي حق الفريقين وانذار على اسماعيل ديس، اسماعيل ديس وانذار. الانذارات تنفع في حسابات اخرى، لكن الاهداف هي المقصد وهي القصد، هي الامل وهي الامنيه، هي الاماني وهي الامال، هي الرجاء وهي الاحلام. هل ينجح الترجي؟ هل يقودنا الى عالم الخيال؟ هل ترفع رايات الاحمر والاصفر ومن قبلها رايات النسور هنا في استاد الصعب، في الملعب الصعب، امام الرمز الصعب الوفاق الصيفي. كرة من خالد القربي، خالد القربي في دقيقة 32 من الشوط الأول، كرة ممتازة تبقى كرات الثبات للترجيين. في 32 دقيقة لعب الشوط الأول، حوار محلي مغاربي بين عز الدين أيتجودي والبنزرتي، القربي يلعب الكرة، ننتظر والانتظار، القربي يريد البحث عن ثغرة، بتركيز يا خالد يا قربي، فبكورة تقترب وبكورة كثيرا ما تبتعد، إذا حذاري والعبها صح. يمشي القربي ممتازة، خطيرة جدا من القربي، خطيرة جدا من الترجي مرة أخرى. الكرات الثابتة عملت الفرق في هذا الشوط الأول على مستوى الخطورة للترجي، ولكن لحد الآن لا تحدث الفوارق لأي نادي من أندية الخوارق، ما زالت بيضاء، ما زالت صفر هنا والصفر من هناك، مع فرص أقرب، مع فرص أخطر، مع أداء أميز للترجي الرياضي التونسي. لا أقول هذا لأنه ممثل النادي التونسي من خلال التعليق عبر الصوتية الثانية، ولكن واضح جدا حتى المحايد أو قل قبل المحايد الجزائري العاشق لستيف سيؤكد أن الشوط الأول كان لحد اللحظة على الأقل شوط الترجي الرياضي التونسي، لكن بدون أهداف، في صفر أهداف، ما ربحنا شيء، ما كسبنا شيء، ما تقدمناش ولا خطوة لقدام. يمشي أونري بيانفونو يلعب الكرة الشمامة، التماس للترجي، التماس للترجي، حوار بين البنزرتي عز الدين أيتجودي،
تمشي الكرة عن طريق اللاعب خليل شمام، شمام الكرة يحاول يستفيد منها، هنري بيانفينو يعمل وقفة، ينطلق الهجوم عن طريق سليمان راحو، راحو والترجي يعمل بريسينج في مناطق الوفاق، يطلب برشا لياقة بدنية، ينطلق مايكل الرامو، الرامو الدراجي، دراجي ممكن جدا، أسامة الدراجي يلعب كرة، سدد الآن، التسديدة ضعيفة جدا، مش ممكن يا تايب، مش ممكن يا تايب، كرة تضيع على الترجي، الترجي أخطر، الترجي أقرب ونشوف أمانة فرصتنا في الشوط الأول، لأنه صراحة الشوط الثاني لن يلعب الوفاق مثل الشوط الأول، لن يكون أداء الوفاق صدقوني مثل الفترة الأولى. ترجي لازم يستغل الآن قوته، لازم يستغل فترة تراجع الوفاق الصيفي. كورة في وسط الميدان، تطير كونتر أتاك زيايا، زيايا يلعب كورة الحاج عيسى، ما زالت عند الحاج، ينطلق باتشو العرب، حاج عيسى يوزع يربح ركنية وتماس، نعم كورة في التماس لفريق وفاق ستيف. الوفاق الصيفي اللي من 58 ل 77 كان اسمه الوفاق الرياضي الصيفي، ثم من 77 ل 84 في عهد الشركات اللي تبنت الكره في الجزائر اصبح اسمه وفاق نفط ستيف، ثم الى 88 وفاق بلاستيك ستيف، ثم من 88 عام احرازه على كاس فريق الهند البطله رجع الوفاق الصيفي لو اس اس او لونتونت على لغه الجزائريين. اليوم كان هناك تجمع في الصباح في عين فوارة بين مشجع الترجي الرياضي التونسي الوافدين من تونس للمباراة وعشاق الكحلة والبيضة. يتقدم الوفاق عن طريق حسين مترف، مترف بتدخل ممتاز وليد الطايب يربح تماس للترجي، ما لقاش حل الوفاق في الناحية الهجومية، الترجي ما استغلش قوته في هذا الشوط الأول من أجل التقدم، إن شاء الله يسجل هدف في آخر الدقائق. ينطلق وليد الطايب كرة ما تمرش، تتعدى مرة أخرى عن طريق عبد القادر العفاوي، العفاوي يلعب مع إسماعيل ديس، ديس اللي عنده إنذار يلعب بالكرة في الوسط والجمهور يحاول يحرك بالقائد ورفاقه، تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق حسين مترف، مترف والترجي بوكونغو موجود، والحكم يقول فاول، عبد الله الهلالي كان قريب من اللقطة والصورة من الكادر والإطار، يقول خطأ لنادي وفاق ستيف. دقيقة 36 في الشوط الأول، إذا ما سجلناش ما نقبلوش، هذا هدف للترجي الرياضي، لأن يعني المباريات هذه صعبة، وهذا ما قاله العمور الجديات في تصريح لصحيفة الهدف الرياضية الجزائرية الهداف لوبيتور، قال 1-0 يكفينا، لأنه عمور الجديات يعرف أنه مباراة مثل الترجي وستيف يعني بتاع هدف من هنا ومن هناك أو 1-1 مثل ما يتمناها، ممكن الترجيين في نتيجة ممتازة هنا في درجة ثانية، لأنه الدرجة الأولى كل عاشق للسانيور الدم والذهب يريدون الانتصار والمكسب والفوز والتفوق، النصر والانتصار، المرور والانطلاق هنا من استاد 8 ماي، استاد 45، استاد الوفاق. تمشي كرة خطيرة والحارس حامد القصراوي، موجودة كرة عند الكابتن أو الكابيتانو حامد القصراوي، رجع الفورمة في وقت مناسب بالنسبة للترجي وللمنتخب أيضا. بينما تمشي كرة طويلة ملعوبة لمايكل الرامو، مايكل الرامو، مايكل الرامو، تجي الكرة وليد التايب، وليد التايب، ترجي لازم يستغل آخر 10 دقائق، فما برشا فراغات في الوسط والدفاع الصيفي، يتقدم اللاعب بوكونغو، ما غير فلسفة، ما غير فلسفة يا جونفيي، جونفيي في عز أفريل، والترجي يلعب على الكوباراب، تمشي الهجمة مرة أخرى عن طريق الدراجي، دراجي يجيب ركنية، ركنية للترجي، مفاجأة. مفاجأة بالنسبة للوفاق من الحجم الثقيل أنه الترجي يتاكي يهاجم الوفاق أين في استاد ستيف في الملعب الصعب كما سمي وكما أطلقت عليه دائما ملعب النار واستاد الانتصار، لكن اليوم الانتصار لمن؟ اليوم الفوز لمن؟ خليل شمام يلعب الكورنر، يمشي للزاوية خليل شمام، مرصودة مقروءة ملعوبة قد تكون من الدربالي أو من العابدي في قلب الشباك، ركز يا خليل يا شمام، ركز يا ولد عبد السلام شمام، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة الوطن. إنذار جديد في الشوط الأول، إنذار على الزيايا أظن هذه المرة. إنذار على عبد الملك الزيايا. الكرة القادمة من كورنر. ضربة زاوية لفريق الترجي التونسي. في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول. وفاق ستيف 0، الترجي التونسي 0. كرة وركنية تقريبا الثالثة والرابعة للترجي في هذا الشوط الأول، حركية كبيرة، صراع المدافعين وحرص وقوة المهاجمين، في كرة تمشي شكلها بعيد بالراس، تمشي كرة صعبة جدا، ما زالت الوفاق يعاني، الوفاق يعاني والترجي يتفوق في هذا الشوط الأول لكن بدون أهداف، بدون تهديف لحد الآن، تمشي كرة ممتازة، التوزيع على التماس، التماس للترجي اللي يلعب في مناطق لونتونت، بريسينج البنزرتي المعروف عن فوزي
ينجح مرة أخرى في هذا الشوط الأول. لكن اللياقة، الترجي لعب ماتش يوم الخميس، يفكر في ماتش يوم الأربعاء، كيف سيوظف طاقاته، كيف سيوظف إمكانياته لهذا اللقاء. ممكن فوزي بن زرتي عمل حاجة مليحة بالنسبة لي أنا، أنه عمل تغيير في آخر لحظة، بينما كورة التغيير اللي حكيت عليه في آخر لحظة كان بوعزي في التشكيل. امبارح لما اتصلت بالأولاد في الجزائر كان بوعزي هو رونتران في آخر لحظة يدخل أونري، وبوعزي ورقة يستفيد منها فوزي في الشوط الثاني. بينما الجمهور الوفاق يدفع فريقه الأمام بكرة خطيرة جدا، ملعوبة صعبة وتتشتت الكرة من أمام المرمى التونسي. ترجع كرة جزائرية بعيد على فرانسوا أومبان، بعيد على فرانسوا أومبان في دقيقة 40 من الشوط الأول. هذه هي الأجواء، هذا هو استاد الثامن من ماي 45. على فكرة هذا التاريخ هو التاريخ لمحطة مجيدة في تاريخ استقلال الجزائر الشقيقة. الملعب هذا ملعب ستيف، هو العشب الاصطناعي الجيل الثالث، يعني التروسيام جينيراسيون. يتقدم الهجوم بكرة الوفاق، مازالت صعبة، مازالت خطيرة عن طريق حاج عيسى، حاج عيسى حذاري يا زياد، تمشي كرة مرة ثانية وتسديدة، وموجودة سهلة عند حمدي القصراوي، موجودة بسهولة عند القصراوي. أجواء كبيرة في استاد الثامن من مايو، جمهور الوفاق يدفع فريقه، كثيرا ما كان هكذا جمهور ستيف، يدفع فريقه للأمام، التسديدة والوجود والتواجد، برافو من القصراوي. شوف الكرة من لازر حاج عيسى، فرانسوا أومبان الكاميروني هو اللي يسدد. ترجع الكرة في وسط الميدان، انطلاقة والضغط من مايكل الرامو، الرامو يضغط وبطبيعة الحال الحذر من النيجيري يجبر العفاوي على التماس. شوف الكرة الأخيرة نحي ديك، ديما المدافع يلزم يرد باله في مثل هذه المحافل الدولية. ترجع الكرة في التماس هذه المرة للوفاق أسطايفي، وسط حماس جماهيري منقطع النظير. ترجع الكرة في وسط الملعب للترجي الرياضي عن طريق القربي، القربي يلعب كرة شمام، البلوكاج كان ممتاز من دلهوم، دلهوم نداله المدرب شيخ المدربين كما يسمى الشيخ رابح سعدان. الجزائر بدأت بتعادل ضد رواندا في كيغالي، نتيجة أصبحت لها قيمة بعد تعثر مصر في القارة ضد زامبيا 1-1. ينطلق الدراجي، كراتك، كراتك، لعباتك دراجي، والحكم ماذا يقول؟ يقول العب الكرة، ستلعب، لا في خطأ أو في تماس، لا رمية جانبية، رمية جانبية للترجي في الدقيقة 42. 0-0 بين العابدي والعفاوي، 0-0 بين البنزرتي وهيد جودي، أو ما أهم أو ما أعم أو ما أشمل، 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي ووفاق ستيف. تمشي كرة من مايكل أو بيانفونو، دفاع يتصدى، شماريخ ونيران اصطاد النار، تخرج كرة تماس. تنفيذ الرمية الجانبية يمشي للتنفيذ سليمان راحو، راحو يرجع بكرة في الوسط، الانطلاق الهجوم عن طريق اسماعيل ديس، ديس يبدل الكرة بعيد على التايب، بعيدة على الهجوم الصطيفي، لتبقى الكرة تونسية ترجية. 42 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، النتيجة بيضاء، 0-0، 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي ووفاق ستيف. لازر حاج عيسى يعمل الانطلاقة لها، ترجع الكرة، الانطلاق الهجوم، إمكانية المرتدة، الترجي هاجم 7-8 ملاعبية، حقيقة شوط أول كبير من الترجي. هنا المنافع متاع التحضير البدني في عين درهم، وتمشي الكرة بعيد على مايكل، بعيد على الرامو، تمشي كرة طويلة من الحارس فراجي اللي عوض اليوم الكبير السمير حجاوي حارس الخبرة. وفراجي في نفس المستوى في اختيارات الطاقم الفني، في خطأ جديد، في فاول جديد هذه المرة على الأزهر حاج عيسى، اللي يحتج على عبد الله الهلالي يقول له عندي مخالفة في منطقة الترجي، هذه زفرتها والأخرى لا، هذا هو كلام حاج عيسى، فكيف سيكون كلام العابدي والشمام؟ الترجي في دقيقة 43 من الشوط الأول، النتيجة طيبة لكن الهدف هو المطلوب. أتيحت فرص للترجي حقيقة كان ممكن يستفيد، ويحاول الآن الاستفادة من خلال كرة ثابتة جديدة، كرة الثابتة يلزم ما تمشيش خسارة. هذا الكم الهائل من المخالفات أمانة يلزم على الترجي التونسي يستفيد منه ويستغله لصالحه في مجريات هذا اللقاء الكبير بين الشقيقين. آخر كرات الشوط الأول بكرة من خالد القربي، كل الكرات عداها خالد على اليسار، على اليمين مشى لها خالد شمام في الكرة الأولى متاع الدربالي. الدربالي يحاول يوصل لضربة صح، لهدف يحسب هذه المرة. تمشي كرة من خالد القربي،
خالد القري حاول يلعب كرة، الحكم يقول ستعاد، يقول ستعاد، واحتجاجات هذه المرة من اللاعب عبد الملك الزياي ودلهوم. الحديث مع الحكم من رقم 17 في التشكيل اللاعب الخبرة سليمان راح ولاعب شبيبة القبائل سابقا. ماذا قال الحكم؟ يقول هذا مكان التنفيذ يا قربي. وهذه هي الكرة التونسية الجديدة، هذا هو المطمع الجديد، هذا هو الطمع الجديد، هذا هو الأمل الجديد، هذا هو الحلم الجديد في كرة من خالد القربي. آخر دقيقة في الشوط الأول، رضيم بالصفر صفر في الشوط الأول مع الأداء الممتاز، لكن يا ريت الترجي اللي كان أفضل بوضوح في الفترة الأولى يستغلها ويتقدم بهدف مستحق ويستحقه. تمشي كرة من القربي، القربي يلعب كرة طويلة بعيدة هذه المرة، وسال عند الحارس فراجي. كرة عند فراجي في الدقيقة 45 إلا 30 ثانية. خطا لفراجي. علينا التركيز والحذر حتى صافرة الهلال العماني، لأنه في تقريب 3 دقائق وقت بدل ضايع. في المباراة وقف تقريب 3 دقائق بعد الهدف الملغي لفريق الترجي التونسي. تمشي كرة من مايكل الرامو، مايكل الرامو. ويربح كرة الترجي في كرة مقطوعة القربي، يخسر كرة خالد القربي، دور كبير وسط الميدان ودور ممتاز للقربي. خالد القربي في التماس أمام مورا الدلهوم، ويمشي سليمان رحو لكرة اليدين لكرة من التماس. أجواء كبيرة وجماهير للترجي أيضا تتألق وتصنع الحدث في هذا الموسم أمانة بشكل لافت الانتباه في كل مباريات. مباراة بنزرت في الدوري 45,000 متفرج و10,000 برا، بينما كورة والحارس حذاري من روبون، حذاري من الجيل الثالث للعشب الاصطناعي، حذاري من الثلج والثلوج، حذاري من الأمطار، حذاري من الحفر، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. تمشي كرة طويلة، من سيصعد للنهائي؟ من سيلعب من أجل الأميرة العربية؟ من سيكون زعيم للبادية العربية؟ الترجي أو الوفاق، الوداد أو السي اس اس؟ ثاني أضلاع المربع الذهبي من أندية الخضراء. يمشي بكرة طويلة، ولا أدري أمانة باعتبار نقل مباشر مثل مباراة الأهلي ترابلس، مثل مباراة هلال الساحل اليمني، مثل مباراة الإسماعيلي والترجي اليوم، أيضا المباراة من مركز البث في عمان. لذلك أمانة لا أدري وأنقل الصورة 100% للسادة المشاهدين، هل هذه هي أمطار بدأت تنزل أو عودة المارد الأبيض، عودة الثلج إلى استاد 845؟ طبعا الترجي يلعب ضد وقت، يلعب ضد منافس قوي، ويلعب ضد الثلج ممكن يداهمه في أي لحظة، بخلاف وبأساس أن الترجي والأندية التونسية غير متعودة على الثلوج أو اللعب في الثلج. هذا العنصر اللي يتفائل به الأشقاء الجزائريين وفي ستيف، يعني كل مكالمات اليوم من عمان إلى الجزائر وإلى ستيف تحديدا كلها يقول لك نزل الرجل الأبيض والخيط الأبيض وسنفوز للكحلة والبيضة. ونقول حاليا في المعشب الأخضر الترجي يتألق ويتقدم يا عبدي. وسام العبدي جيب التماس، لا برافو يا وسام، التماس للترجي نعم، التماس للترجي نعم، قرار سليم من المساعد العماني مع لاعب كبير عمور جديات، هذا أفضل لاعب في البطولة 2008 واللي قبلها 2007 نزر حاج عيسى. يعني شوف الامكانيات الفرديه الرهيبه لفريق وفاق ستيف. انا بمثابه الاختبار ايضا للترجي الان، اين وصل الترجي من هذه الانتدابات؟ نعرف جميعنا ان الترجي يحضر في الشامبيونز ليج 2010 ان شاء الله، لما تلعب مع الاسماعيلي، لما تلعب مع اهلي ترابلس، لما تلعب الان مع ستيف، يعني نشوفوا الفريق وين وصل بين الفرق الجاهزه حاليا امانه. والوفاق الصيفي فريق جاهز 100% في التوب. ترجع الكرة مرة أخرى للوفاق، حكم زاد 4 دقائق، نلعبوا منهم في 3 دقائق تقريب، يخصوا شوية، حذاري من الدقيقة الأخيرة، حذاري من الدقيقة الأخيرة، ترجع الكرة من حاج عيسى بدون أخطاء، بدون فاولات، حاج عيسى يضرب، وكرة مرت بسلام، حبتنا الكرة في هذه اللقطة، حبت القصراوي في لقطة، تعاطفت مع مردود الترجي في لحظة، وقالت مش ممكن لباتشو، شوف باتشو بين 3 لاعبية. مش ممكن، مش معقول المرور هذا بسهولة، 4 ملاعبية من الترجي يوصل يضرب الكورة والكورة شعرة برا 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 برا، كورة حاج عيسى الأزهر باتشو الجزائري.
يمشي كره من القصراوي في اخر 40 ثانيه. الدراجي يلعب مايكل الرامو، لمست في يدك ما لقيت وين تلمس يا كره المباراه الا في يد مايكل الرامو. ركز شويه النيجيري مايكل الرامو. الدراجي صحيح يحتاج مهاجم قوه بقيمه مايكل، ولا واحد ينكر مردود وداو، لكن يلزم معاه في الاتاك اون بوينت لاعب صناعي يحلوا اللعب، يحلوا المساحات، يفتح له الثغرات، يلقى ايضا اللمسه الفنيه لانه راس راس مع الحارس مايكل 90% تضيع. هذا بالمكشوف من خلال عديد المباريات، من خلال عديد اللقاءات واخرها من 48 ساعه. باش نعاود نذكركم للجمهور العربي انه الترجي في 6 ايام يلعب 3 مباريات، اليوم والخميس الماضي من يومين، وبعد 4 ايام المباراه الكلاسيكيه في كوبا، في كاس تونس او الكوبا، الترجي والنجم الساحلي. اليوم اساس الجزائر ضد ترجي تونس، المكشخه في الشوط الاول اداء ممتاز، كانت ممكن اقرب للتهديف لولا بعض الكرات. نخلي الكلام من غير اطاله لمحي الدين خالف، خالد حسني في الاستوديو مع تامر صقر، كيف راوا الشوط الاول؟ كيف سيتكهنون بالشوط الثاني؟ هنا الجزائر وهنا استاد 845، وفاق ستيف 0، الترجي التونسي 0. الملتقى مع تحيات عصام الشوالي. الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بين وفاق سطيف والترجي التونسي، والغى الحكم هدف للترجي التونسي بداعي التسلل. سنشاهد هذا الهدف وسنقوم عليه بالحكم سريعا. هو الهدف كابتن خالد حسني وكابتن محي. كابتن محي خلي كابتن محي. كابتن محي رايك في الهدف؟ لا صحيح. بكل صراحه يعني بكل روح رياضيه ما اقدر اشوف احكم على المباراه بهذه الطريقه، هذا التصوير لابد من نشوفها من زاويه اخرى بان نشوفوا هل اللاعب كان في خط وضعيه التسلل او انطلق من شو شو من شو الخلف. هو انت شو هنا لو يعيد المخرج سيد المخرج يعيد الصوره بالبطيء من الاول قبل انت معناها نرجع انطلاق الكوره من انطلاق ارجع يرجع الحين سن انطلاق الكوره وينه زياد الدربالي؟ زياد الدربالي اتى من وراء، احنا نشوفوا التسلل يا كابتن محي من انطلاق الكوره ما في تسلل. انطلاق الكوره الحين الكوره انطلقت، يخلي الصوره يخليها الصوره نعم يخليها الصوره اتى من وراء اتى من وراء. احنا اذا الانسان يحب يحكم على التسلل من انطلاق الكوره انطلاق الكوره زياد الدربالي على ما اظن كان هو زياد الدربالي على ما اظن زياد الدربالي كان وراء ثم اتى من الخلف وارتقى والهدف معني هنا الحكم ما نقول معني هذا رايي هذا لا. رايي الاكثر ولا اقل معني الانسان يشوف في الصوره اللي زاد الربالي كان متقدم ولكن لا الانسان معني ما يلزم يشوف اخر الصوره يشوف اول الصوره من انطلاق الكره من بدايات من انطلاق ولكن الصوره مش واضحه 100% من انطلاق الكره كان زياد الدربالي كان من الوراء اتى من الخلف هذا هدف بالنسبه لي انا رايي ويمكن انا مخطئ فيه رايي اللي هدف شرعي الاكثر والاقل واقول الحكم المساعد يا كابتن هو كان في موضوع افضل منا احنا من الله اعلم لا تو الحين الانسان معني احنا رينا الصوره كابتن محي وانا نقول الله يكون في عون الحكم العماني عبد الله الهلالي لان بدايه المباراه كانت صعبه وصعبه ليس بالنسبه للترجي او بالنسبه للاتحاد او بالنسبه لوفاق ستيف ولكن ما لاحظته ان المباراه كانت صعبه وصعبه جدا بالنسبه للحكم واقولها بكل احترام الاخوان ان الحكم ليس متعود على الاجواء المغاربيه نعم. اذا الترجي واحنا اذا نشوف المباراه من اول مباراه الترجي التونسي فرض شخصيته بسط اسلوبه على الوفاق ستيف وفرض هذا هو المهم والاهم بالنسبه لي انا نعم. هو فرض حضوره البدني على هذا الفريق معنا كنا متخوفين ان الترجي التونسي بعد مباراه يوم الخميس 72 ساعه فمفاجاه وكما قلت في اول كلامي فالترجي متعود وله طاقم طبي معنا من اعلى طراز ولكن الترجي التونسي انا شعرت به الأجواء الاستثنائية يمكن بالنسبة لفرق أخرى ولكن نعم. ليست أجواء استثنائية بالنسبة للفرق التونسية فالفرق التونسية متعودة بهذه الأجواء أكيد. ولم تؤثر بتاتا لا المناخ لا الأرضية لا الأجواء في أسلوب وفي مردود الترجي التونسي نعم. وأحسن مثال على ذلك أن لاحظت أن بيانفينو وخليل شمال معناه يلعبوا في الهجوم
واحسن معناه من احسن لعيبه اللي كان في الشوط الاول، احسن لاعب في الشوط الاول يمكن بالنسبه لي انا نعم. كان خليل شمام نعم. معناه من الامداد الهجومي، هجوم دفاع هجوم، بالرغم اللي معناه في المقابل كان موجود راحه وجديات، معناه تصور ان خليل شمام تفوق على هذا الثنائي. نعم. كابتن محي، طبعا الكرات العاليه الكرات الطويله العاليه الكره الانجليزيه بالنسبه لوفاق سطيف لم تنفع ولا تسمن من جوع بالنسبه لفريق وفاق سطيف، واضح ان الكرات العاليه فيها مشكله بالنسبه لوفاق سطيف. كابتن اولا الترجي التونسي كان افضل في الشوط الاول، كان نعم. افضل من وفاق سطيف نعم. لانه نتكلموا على اللياقه البدنيه، انا اقول بانه الروح القتاليه يعني تغلبت على يمكن نقص البدني نعم. فلهذا شفنا فريق الترجي ينافس على كل المباريات، سيطر في الوسط وما اعطى اي فرصه لوسط ميدان فريق سطيف. اليوم بكل صراحه بعيد كل بعد عن 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 المستوى. اكيد كابتن تامر الترجي التونسي كان افضل على الكره العاليه دفاعيا وهجوميا، يعني نشوفه مثلا فرق دفاعيا فسيطر وكل سيطرة زياد الدربالي ووسام العبدي على زيايا، ما عطى له اي فرصة لتحكم في الكرة العالية. هجوميا كذلك على الكرة الثابتة، هذا معروف في الكرة التونسية، كل تقريبا الأندية في المقدمة يمتازون في الكرة الثابتة. من جهة ثانية كابتن تامر، وهو ليش الفريق وفاق سطيف لجأ للكرة الطويلة؟ لأنه الضغط والرقابة والمضايقة والبريسينج ووجود التكتل في وسط ميدان ما عطاش أي فرصة لفريق سطيف يلعب بطريقته الموعودة وهو الكرة الأرضية بسارعة والتمريرات، فلهذا تبقى الكرة سهلة الكرة الطويلة، لكن لمصلحة الترجي التونسي اللي عنده في العمق لا زياد الدربالي ولا وسام العبدي ما لعبوش المباراة الأخيرة، فهما في مستوى بدني جيد حتى في الوسط. وكذلك ما ننساوش بأنه غامر فريق الاتحاد الترجي التونسي بوجود بيانفوني هجوميا، العكس بالنسبه للفريق وفاق سطيف اللي بالنسبه لي اظن وجود جيات اللي هو صانع الالعاب وعنده تسديدات قويه على الجهه اليمنى على الاطراف، فهي بالنسبه لي خطا تكتيكي من المفروض يلعب احسن بجانب حاج عيسى. كابتن محي وكابتن خالد، انا متبقى امامي دقيقه واحده تغييرات بالنسبه لفريق الترجي التونسي. كابتن، هذا اعتقد وجدي بعزي على سبب بيانفوني في الشوط الثاني؟ والله يعني ما اظن، لان معناه نعم. بيانفوني ليس في مكانه الطبيعي لا, نعم. لا أكثر ولا أقل، ولكن أقول إجمالا أن الشوط الأول كان هو ترجي الأكثر ولا أقل، هدف ملغى، كرة على العارضة، ووليد التايب كانت له فرصة كبيرة نعم. ولكن الطاقة اللي بذلها الترجي الذي توصي فوق ميدان المنافس ببريسينج بضغط، هذا نعم. يحتاج إلى طاقة أخرى وزيادة في الشوط الثاني. كابتن محي، أنا أظن لابد أن يكون فيه تغيير تكتيكي بالنسبة لوفاق سطيفي، خروج أي واحد منهم لا دلهم أو 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 بالقايد، نزول اللاعب حيماني و يلعب بثلاث لاعبين في الوسط، دلهم أمبام وجديات، ويلعب اثنين راس حربه نعم. هكذا يمكن يقدر يضغط ويقدر يخلق مشاكل هجوميه بالنسبه للدفاع فريق الترجي التونسي. اذا مشاهدينا الكرام، من استوديو ملعب النار والانتصار ننتقل مع زميلكم من زواوي وايضا الشوالي في تعليق الاحداث الشوط الثاني. شوط اول تعادل سلبي دون اهداف، فاصل ونواصل. الاربعه النصف النهائي الاول هذا المساء في نصف مشواره في الشوط الاول، الترجي التونسي 0 ووفاق سطيف 0، بينما غدا اللقاء الثاني في صفاقس في المهيري بين النادي الرياضي الصفاقسي والوداد البيضاوي. اذا بانتظار اللقاء في الفتره الثانيه، في فتره ننطلق فيها من خلال سرد الاسماء لتشكيله الفريقين، وفاق ستيف فراجي، سليمان رحو، فرانسوا اومبان، عفاوي ديس، ثم عنا فاروق بالقايد، حسين مترف، مراد دلهوم، عمور جديات، لزهر حاج عيسى، وعبد الملك الزيايا. بالنسبة للترجي القصراوي، على اليمين جونفي، على اليسار شمام، في المحور الدربالي زياد والعابدي، في وسط الميدان القرب السويسي التايب وأونري بيانفونو، دراجي ورا مايكل الرامو. حكم المباراة عبد الله الهلالي من عمان. كنا نستمع للتحاليل والمناوشات الظريفة والطريفة بين الكابتن خالد حسني وخالف محي الدين. الهدف لما يتعاد من زاوية أخرى
ممكن تمشي في نفس الختم مع خالد حسني، لانه اليوم كنا مكشخين، ممكن كنا ترجيل اليوم. لذلك نقول شفت انه زياد دربالي صراحه بامانه الكره الكاميرا ما توريش مليح، لكن من الواضح انه جاء من الخلف، من الواضح انه جاء من تالي زياد دربالي، والهدف يؤثر حسابات كبيره. كل شيء تغير في الشوط الاول من تقدم للترجي ممكن في اول 5 دقائق، يبقى سكور 0-0، يبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الترجي مهدد مثل ما يبقى ستيف في خطر من هدف الفريق التونسي، وبالتالي الحسابات انتهت في الفصل الاول. الشوط الثاني باش نبدا بسؤال كبير، هل يقدر فريق فوزي البنزرتي فريق الترجي الرياضي انه يكمل يلعب نفس الريتم من ناحيه الاجريسيفيتي ومن ناحيه البريسينج اللي كان عالي شفناه اليوم في مناطق وفاق ستيف قريب من المدافعين، يضغط على محور الدفاع كل من تيس اسماعيل واللاعب العفاوي. اذا على بركة الله مفتتح الفترة الثانية، منطلق الحلم والرحلة نحو نهائي. النهائي سيلعب في الاياب، والكأس سترفع في ارض المتاهل من هذين الفريقين. يعني اما النهائي في عنابة لو تاهل الوفاق، او الفينال في 7 نوفمبر برادس لو وصل الترجي، بين امنيات الجزائريين لوفاقهم وبين امانينا لترجينا. نقول ان شاء الله في اخر عنوان الماتش لم يخب ترجينا هذا المساء، هذا ما نتمناه وهذا ما ندعو به الان في هذه الدقيقة الاولى من زمن الشوط الثاني. اي تعليمات للمدرب ايد جودي؟ شاف الترجي على المباشر في الشوط الاول، شافوا كيف فاجوا المدرب فوزي بنزرتي، شاف كل الكواليس، الان كيف سيوظف امكانيات فريقه لقلب المعطيات، ام ان البنزرتي هذا المساء سيكمل الرحله السلامات نحو الحلفاوين وباب السويقه. تمشي كوره مايكل الرامو، مايكل الرامو والتماس بكره ضايعه، هذه المره ستعود للفريق الصطيفي. الوفاق من سليمان رحو، والكره ستمر وتعود وتتواصل اللحظات الاولى من هذا الشوط الثاني بكرة التماس من لاعب الخبرة الدولي سليمان رحو. عنده برشا انترناسيونال فريق الوفاق الصطيفي، فريق عريق جدا، عنده شعبية كبيرة، مدينة ستيف ثاني مدن الجزائر تعدادها أكثر من 1 مليون ساكن، مدينة كبيرة، مدينة جميلة جدا، تقع 1100 متر تقريبا فوق سطح البحر، وبالتالي ممكن نقول أنه الغرام بكرة القدم والهوس بالساحرة المستديرة في ستيف شيء فوق الخيال. لعب كرة من حسين مترف، يلعب التماس فرانسوا امبان، امبان والكرة ترجع من السويسي، السويسي والكرة في الميدان، تتهيأ الكرة مرة أخرى لفريق الترجي الرياضي التونسي، بعيدة الكرة، ضربت في حاجة عيسى، سلامات بالنسبة لباجو العرب كما يكنى في أوساط الكرة الجزائرية، ولاعب ممتاز جدا لولا حادث المرور تعرضت له من سنتين في شهر رمضان معظم، كان في اتجاه تجربة احترافية كبيرة، الحمد لله أنه رجع الملاعب، الحمد لله أنه بقى معنا في هذه الحياة، لأنه بالفعل كان حادث مروري مروع جدا، والحمد لله أنه كما قلت باجو برشا عزيمة، نعرفه شخصيا، برشا جرينتا، برشا روح، بقى يلعب وشوية شوية يرجع في مستواه، ويبقى الرجل المؤثر أمانة في الأداء الوفاقي في شكل وفاق ستيف على مستوى المباريات. وفاق ستيف تاريخيا لم يخرج من فريق تونسي، عام 88 كان سبق له في كاس الكاف ازاح النجم الساحلي، بينما هنا جانب من حضور جماهير الحمراء والصفراء هنا في استاد ستيف اكثر من 18000 تفرج و 18000 تذكره خصصت منها 1000 لجماهير الترجي. ثم هذا العام في الدور الماضي كان ازاح الاتحاد الرياضي المنستيري، يعني مرتين لعب مع التوانسه، مرتين ترشح. بالنسبه للترجي عربيا لا يخسر مع الاشقاء الجزائريين، نتذكروا عام 95 كان ربح بالوزداد بالجولدن جول نتاع بلها في الرياض في السيمي فاينل، ثم 2003 في دوري ابطال العرب النسخة الأولى كان تجاوز ذهابا في سويدن 2-1، وفي الإياب في البليدة بالذات 5-0 اتحاد البليدة، فريق عاصمة الورود في الكرة الجزائرية. الجزائر وتونس وذكريات الأفلان، ذكريات منتخب جبهة التحرير الوطني الجزائري اللي تأسست في تونس ولعبت أولى مبارياتها في تونس، هو نتاج لتاريخ مشترك وقواسم مشتركة، واليوم طموحات أيضا مشتركة. من سيصعد لدور النهاية؟ من سيكون فارس الفينال؟ الترجي التونسي أم الوفاق بطل العرب في آخر دورتين؟ كبر كرشو الفريق الصيفي يحب المرة الثالثة، قال سرار، قال لن أرضى إلا والكأس للمرة الثالثة هنا في الستيف. في كورة خطيرة في خطأ، في خطأ مجاني جونيور، لاعب جونيور، لاعب جونفي جونيور في البرازيل،
جونفيه في خطا مجاني فرانسوا مبان، اول خطا بشكل كبير من جونفيه. ان شاء الله تتعدى السلامات، ان شاء الله تتعدى السلامات، لانه في هذا المكان اكثر من مره نبهنا. خذاه بالسرعه عبد الملك زياير، برشا خبث نتاع كوره، زياير ربح كوره، نتحطوا في موقف حرج، نتحطوا في غسره كبيره في اول خمسه دقائق من الشوط الثاني مع كوره للعموري جديات. شوف في عناصر الاحتياط تقوم بالحركه الثانيه، ان شاء الله في ربع ساعه 20 دقيقه ماكسيموم باش يدخل وجدي بوعزي في مكان اونري بيانكوري. ان شاء الله في ظروف ممتازه، ان شاء الله في نتيجه ممتازه للترجي وقتها. 50 دقيقه كوره يا ستار، كوره بالفعل صعبه، هذه الكرات اللي يخيرها حاج عيسى وعموري. 9 امتار و15 سنتيمتر، كرة بالفعل صعبة جدا للوفاق الصطيفي. فريق الترجي متكون الجدار من أربع لاعبين، تمشي كرة من عموري جديات ورايحة، مش ممكن يا كبير. جول كيبر اليوم القصراوي أكد أنه رجع لمستواه. القصراوي في باراد البطولة، في باراد المباراة، صعبة برشا، صعبة برشا، خطيرة برشا من عموري جديات. العموري بجدية ركنها والقصراوي قال لا. يمشي كرة أخرى خطيرة الوفاق الصيفي اللي بادي ضغط. قلت لك في الشوط الثاني الوفاق ممكن نشوفوه في شكل ثاني. إذا الوفاق في يومه، الوفاق الصيفي باش يكون استفاد من أخطاء الشوط الأول باش يتعبنا برشا. خمسة دقائق لعب الشوط الثاني، برافو حمدي القصراوي. هدف للفريق الجزائري واضح. أول كرة ممكن نقولوا عليها هدف. ترجع الكرة بستة امتار للترجي الرياضي، كرة حلوة برشا. جديات متاع صناعي، والقصراوي يحتاج لبرشا خبرة. صنعت حراس الترجي من الخمسينات والستينات، العروسي للكابسي في السبعينات، المرحوم كمال كريا الشوشاني اللي درب فيه، إلى وصوله لشكر الواعر باش خلص الكرة هذه. بينما ينطلق الفريق التونسي من وليد التايب. وليد التايب والكرة باش ترجع للوفاق. ممكن نشوف فكرة بنزرتي يمشي مليح، يستنزف طاقات وليد الدايب. اونري بيان فينو لخدمة المجموعة، ثم يدخل مساكن يمين بوعزي يسار من أجل مصلحة الترجيين. يمشي كرة مرة أخرى في الميدان، هذا هو الكوموندوس. الكوموندوس الرجل اللي حقق أربع بطولات خارجية مع الترجي. البطولة العربية عام 93 الأولى في تاريخ الترجي، ولقب دولي كان بكتل بنزرتي، ثم اللقب الافريقي الاغلى في تاريخ العاصميين كاس افريقيا لاند البطله كانت ايضا بقياده الكوموندوس فوزي. ترجع الكره مره اخرى للبريسنج وضغط الدراجي. الدراجي فيها خطا صحيح، الفاول مخالفه صحيحه، يبعد لتفادي الانذار. والكره في انذارات متواصله في شوط مثير جدا، دوري ابطال العرب في نسخه زاهيه في سيمي فاينل اكثر زهو. يمشي كره خطيره، يتقدم راح ويرفع كره، برافو برافو العاطي، ممتازه جدا. في اول مره راح ويطلع اليمين، راح اول مره يطلع اليمين، والدراجي مشى يسار. دراجي والدفاع، واسامه ضربت فيه، ضربت فيه اسامه الدراجي، والتماس للفريق الصيفي. الدراجي اذا يخير ورقه الهجوم عنده برشا اوراق، منهم الواعد الصاعد بقوه اسكندر الشيخ. بينما الكره تمشي خطيره، ركز لي يا جونفيه، ركز لي يا جونفيه في الرواق الايمن، خطوره الصيفيه. الازهر حاج عيسى صعيب برشا تمسك، طبعا في وقت انتفت فيه المركاج انديفيدويل، المراقبه الفرديه انتهت من قاموس الكوره والمدربين. ضاعت الكوره على فرانسوا امبان. الضغط الان على الوفاق الصيفي، كل دقيقه تمر تخدم صالح، تؤكد مصالح القلعه الحمراء والصفراء، قلعه الترجي التونسي. الترجي لازم الان يفكر بهدوء ويركز على المرتدات. الكرات الان لازم تخرج في مكانها يا دراجي. سرعه مايكل وبيان فيني على اليسار ممكن تنفع. بينما الكرة ترجع من فاروق بالقايد، لاعب السابق لشبيبة القبائل الكناري. تمشي كرة فاروق بالقايد، غياب مؤثر في وسط الميدان صراحة لخالد لموشية، لاعب اللي انصاب في آخر المباريات لخليل سرت. بينما تمشي الكرة عن طريق اسماعيل ديس، اسماعيل ديس يلعب الكرة راحو سليمان. شوف اللعب حاج عيسى، تفوق على الترجي من قري. القربي خليل شمام عمل شوط ممتاز وينطلق الهجوم بالدراجي. الدراجي يلعب لونري، اونري وقف كورتو، اونري دافنو مينيموم ركنيه، مينيموم ركنيه اونري، اذا ما قدرتش مررها مررها صحيح. الكامروني مشى شمام يلعب بيان فونو، بيان فونو يلعب كره للترجي، مستحيله مستحيله بعيدها. الدفاع الجزائري والكره الصيفيه في التماس، الكره القادمه ستكون للترجي الرياضي. فريقين صعب برشا، كل فريق يستاهل يوصل النهائي، كل فريق يستحق التاج حتى والتتويج مع الوداد والصفاقسي.
بالفعل مباراة صعبة برشا. يتقدم الترجي خطيرة لو مشيت مع بيانفينو. بيانفينو أقل ممكن كومبيتيسيون الفترة الأخيرة، عنده فترة مع بش أساسي أول مرة في فكرة بالزبط. يا أساسي بني موقف كورة، موقف كورة يا أوري، كورة تضيع على بيانفينو الكامروني. امشي كورة من فراجي، فراجي كورة طويلة لمن الراسية الدربالي يتفوق في الكره الاولى. لاكس اليوم ما ناخذوش بالعين، يعمل في مباراه كبيره برشا. برافو وسام، ممتاز الدربالي. يلا امتيازك يا الرامو، الرامو يوقف الكره، يربح تماس بتدخل من الصلب عبد القادر العفاوي. العفاوي خرج كره في التماس والمنطقه العادل معيزة في نادي اهلي جده السعودي، تجربه خليجيه احترافيه. الفريق الصيفي يعول كثيرا على خبره وقوه العفاوي. تمشي كره للترجي، مايكل الرامو، مايكل الرامو، الضغط من الرامو، الكرة ركنية أو ستة أمتار، ستة أمتار لفريق الوفاق والحارس فراجي. عشر دقائق، الوقت يمر بسرعة الآن من ناحية النفسية، من ناحية الذهنية بريسيون كبيرة على الوفاق، يعرف صعوبة مباراة رادس أو المنزه. على فكرة ممكن يدا لإدارة الترجي يا ريت مباراة تلعب في رادس، لأنه بنتيجة إيجابية إن شاء الله. أتمنى اليوم 60,000 يكونوا موجودين في استاد رادس، وماتش بنزرت تعطى الدليل 45,000 في الداخل و10,000 واكثر البرة. نتمنى المباراه ممكن تلعب في ملعب 7 نوفمبر برادس. 60,000 واجواء كبيره في لقاء الاياب. حط في بالك 5,000 مينيموم مناصر جزائري من الوفاق باش يكونوا في تونس. بينما انطلاقه مايكل الرامو، مايكل الرامو، لا الامور اقوى من اللعب العفاوي، فخطا بالفعل، فخطرك الحكم المساعد يقول للمدافع الجزائري. طبعا انا تمنيتها للترجي لكن المساعد قال الوفاق ستلعب للوفاق ستيف وبريسنج بتواصل الترجي. الترجي اليوم قدم مباراه كبيره بصراحه، يعني في ماتش كبير ان شاء الله تكمل على خير بكره خطيره. وسام العابدي مؤمنه في التماس، رميه جانبيه للوفاق، ترجع كوره للوفاق ستيف من غير ركنيه، ممتاز السويسي زين العابدين السويسي، كوره ترجع في وسط الميدان. شوف فما برشا ثقل للفريق الصيفي في اللعب، رغم انه الوفاق يعني متعود بالميدان، متعود بالطقس، ايضا مرتاح من اكثر من اسبوع، حضر مباراته مليح، على عكس ممكن الترجي. لكن العزيمه، وانا نقول كلمه السر والمفتاح هو الديربي. الديربي لا فيه تعب ولا فيه ارهاق، لا فيه تحضير ولا فيه شكون جاهز، الديربي معطيات خاصه. بينما حاج عيسى خصوصيات الوفاق يحاول يمر مراوغه الثانيه، حاج عيسى يحاول يحصل ركنيه ممتازه من الدفاع التونسي، ممتازه من الدفاع التونسي، هرب على باتشو، يمشي كره طويله ملعوبه لمايكل الرامو. هذه المره العفاوي في التماس، عندنا شانس في الكونتر اتاك، عندنا حظ كبير في المرتدات. الوفاق الان لن يسكت، سيتقدم الهجوم، فما برشا سباس، فما برشا مساحات. جون في بيسا لابو كونغو، 57 دقيقه وجوه كبيره في المدرجات، ايضا جماهير كبيره، جماهير الوفاق وجماهير الترجي التونسي. يمشي كره مره اخرى وسط المناطق الميدان والفريق التونسي، ان شاء الله يكمل بدنيا فريق الترجي، لانه يعمل في مباراه بالنسبه لي مباراه تذكرني مباراه اهلي طرابلس، لعبها الترجي في ليبيا واللي جاء في عقابها ترشح. برشا جرينتا، برشا روح، برشا نقول تواضع في الاداء، وبرشا تفاعل والصلابه في المجموعه، الكل واحد يلعب للمجموعه، واحد بيألف في هذا اللقاء. شوف الروح، هذا هو نحبوها في الكره العربيه بقطع النظر على اسماء. يا سويسي هدوء، هدوء يا سويسي. بينما الانذار على اللاعب الصيفي، الانذار على فاروق بالقايد، انذار كان مستحق في هذه اللقطه بعد تدخل عنيف نسبيا على اسامه الدراجي. ما زلت انتظر الدراجي مثل انتظارات وتطلعات الملايين هناك بين بن زرت وبن قردان، بين تونس العاصمه الى اقصى نقطه في الجنوب البورما. اذا الكره ستعود في الدقيقه 14 من الشوط الثاني. الدربالي في وفاق ستيف صفر والترجي صفر. صفر صفر نتيجه طيبه ليست سهله لاي فريق يلعب في استاد الوفاق، لكن احنا لو جاء تعهد نخيره حتى 1-1، الهدف مطلوب لان الوفاق يبقى ديما يخوف. صفر صفر سلاح ذو حدين، يا ريت الترجي كما قال فوزي بن زرتي، يعني املي ان اسجل، حرصي ان اسجل. تمشي كوره من وسام العابد، العابد يلعب كوره مقطوعه، حذاري من الكرات الثانيه هذه اللي تجي للوفاق بالقايد. بوكونغو من غير خطا، متزقيق في الصح، خطيره جدا سيايا،
زي عبد الملك يمشي الكرة مرة أخرى سليمان راحوا راحوا يعمل التوزيع لزي بالراس. برافو الدفاع، برافو الدربالي اليوم الشابو. نرفع القبعة لكن القبعة ترفع في التسعين يا زياد، عبرتها في الخواتيم آخرها في آخر المشاوير. أعمل مشوار التايب، التايب يلعب كرة طويلة، يظل جاء وقت الآن البوعسي، جاء وقت البوعسي. هذه هي فكرتي في انتظار قرارات الكوتش. ترجع الكرة من سليمان راحوا، راحوا يلعب كرة جديدة وفاق ستيف في ساعة لعب 60 دقيقة من عمر المباراة، والنتيجة هنا بيضاء في استاد الوفاق 0 وفاق الجزائر 0 ترجي تونس. زين العابدين سويسي، أي مباراة يا سويسي، يمشي سويسي شوف الروح، شوف الجرينتا ما غير خطأ، ترجع مرة ثانية بعيد على وليد التايب والكرة من اللاعب جونفيه، جونفيه بوكونغو وحاج عيسى، حاج عيسى فما مساحات والكرة تمشي خطيرة جدا في الجزائري. أين التغطية من الوقت الأيسر؟ خراج العابدي ممتازة كرة برا، ستة امتازك برشا خطورة، لازم ننتبه من جهة اليسرى، من جهة اليسرى كان تفوق عددي واضح للوفاق الصيفي، هاجموا بالثلاثة أربعة ملاعبية. أين لاعب الترجي؟ شوف الكرة، شوف الكرة الخطيرة جدا، يعني الترجي كان محظوظ أنه سليمان راحوا سبق الكرة ويدخل حيماني، يدخل نبيل حيماني الآن في تشكيل وفاق ستيف، حاضر من حيماني. قلت لك كل دقيقة تمر الآن باش يبدا يفكر أيد شودي أنه يلعب كامل أوراقه في المباراة، لابد أن نركز على مستوى الدفاع وخاصة لابد أن نبحث عن كونتراتاك. إذا يدخل نبيل حيماني في تشكيل وفاق ستيف بديل لمن؟ بينما إصابة إن شاء الله تكون خفيفة من اللاعب المصاب اللي هو لاعب الترجي أو لاعب الوفاق. الصورة والكاميرا بعيدة، هو لاعب الترجي العابدي. سلامات بالنسبة لوسام العابدي باش ما نفقدش أي توازن في أداء المجموعة في شكل الفريق في لوك الفريق يا عابدي. يخرج تلهوم، إذا يخرج تلهوم يدخل حيماني لحساب الأتاك، هذا التغيير، لكن إن شاء الله نقول أيضا لحساب الكونتر أتاك بتاع الترجي، لأنه يعني خرج لاعب وسط داخل مهاجم حيماني. في السفر سفر يلزم يجازف الوفاق، كل دقيقة تمر في صالح الترجي اللي ممكن لو يركز على الكونتر أتاك، لأنه أمانة في الشوط الثاني ما شفناش خطورة من جانب الترجي الرياضي. الترجي كان يفكر أنه يجيري الماتش ويحاول بدون خطورة الوفاق، الوفاق اللي بدا يركب في وسط الميدان. حذاري من ستيف، حذاري من الكبير الناصر الصطيفي، يمشي كرة طويلة بالراس من الدربالي، زيادة دربالي وتتهيأ من التايب وليد، ممتازة من وليد، كرة مقطوعة، كرة مقطوعة، كرة طويلة أخرى تمشي تماس شكلها بيان فونو، نعم شكلها رمية جانبية لأونري بيان فونو. يعني تصور في 4-5 دقائق إن شاء الله من هنا لدقيقة 65 للـ70 ماكسيموم يبدأ البنزرتي في تغيير بعض الأوراق اللي ممكن يستعملها وأهمها ورقة وجدي بوعسي. ترجع كرة مرة أخرى للترجي عن طريق الدراجي، دراجي يمسك الكرة في خطأ، في خطأ لفريق الترجي الرياضي. يقول الحكم أو بالانتظار الكرة القادمة بين الأحمر والأصفر والكحلة والبيضة، في الأخير هي كحلة وبيضة للوفاق. كرة لستيف، 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني، نتيجة 0-0. يتواصل الضغط لكن الفريق الجزائري بدأ ينجح في الوصول، خطيرة حذاري، ترجع الكرة التغطية ممتازة، كان التغطية ممتازة لكن حذاري. الوفاق بدأ هو اللي يضغط الآن، يخرج بريسينج في مناطق الترجي، يحتاج الترجي برشا فريشور فيزيك مستوى الحضور البدني في آخر 25 دقيقة باش يكمل مباراة سلامات. لذلك ممكن الترجي الأوراق الموجودة هي خط العيار ياتاك بوعزي واللاعب المساكني، هذا اللي يمكن يستفيد منه الترجي. الرامو، الرامو ركنية ذكية برشا من مايكل الرامو، الرامو يربح كورنر في دقيقة 19 من زمن الشوط الثاني. وفاق ستيف 0 الترجي الرياضي التونسي 0. نتيجة ذكرنا للحين بنتيجة نهائي لوناف كأس شمال أفريقيا، الأندية الفايزة بالكؤوس، ترجي تعادل في بجاية ضد الجي اس ام بي 0-0 في استاد الوحدة المغربية. 0-0 ليست سيئة في اللهجة التونسية، ماهيش خايبة، لكن يريد هدف يا ترجي يريح أكثر يسهل أكثر ويبعد الضغط على العاصميين في لقاء العاصمة تونس بعد أسبوعين. كرة تمشي سهل الحارس لكن الحكم يقول تعاود، هو مدافع لشدة، مدافع لشدة لأنه الحكم مازال ما أشارش الانطلاق والحوارات متواصلة، متواصلة الديوال في منطقة الجزاء يعني نار.
يمشي الكرة لخليل شمام بالراسية الصعبة جدا، مازالت الكرة بيانفونو، فرصة وفي خطأ، في خطأ صحيح ضد أوري بيانفونو، خطأ كان ضد الترجي الرياضي في الحالة الهجومية. وصلنا العشرين دقيقة لعب الشوط الثاني، برشا ضغط، مازالت بريسيون كبيرة في هذا الماتش، مازال نقاط طويل برشا. الفريق اللي حد الآن ما لقاش الحلول على الأطراف في قوة راحو وجديات على اليمين، وفي اليسار أيضا مبان وراه اللعب مترف. الراجل لحد الآن واقف مليح، دراجي قدام دراجي، يمشي لفريق الوفاق الصيفي. لقاء حاضر في هذه الدقائق، ولقاء الإبداع من السويسي، كرة ممتازة يور مايكل رامو، يمشي كرة وليد التايب، يجيبها وليد التايب على الأقل ركنية، التايب يحاول يوزع، التايب يحاول يمر، يخسر كرة لكن يكسبها جونفيي، جونفيي بيسالا بيكونكو، يلعب الكرة عن طريق السويسي خطيرة جدا، دراجي، كرة للترجي السهلة للحارس فراجي، كرة الترجي الفراجي، وشجع ديما نادي الترجي، يمشي كرة مرة أخرى. فريق الترجي خطيرة جدا، خطيرة جدا، ممكن فيها فاول الدربالي، ممكن فيها خطا للدربالي، الحكم قال العب، الكرة سترجع لمن؟ لعبد الملك السياي، الحكم يقول ترجع مرة ثانية في وسط الميدان، كرة للفريق الصيف، يشوف المساحة، بريسينج الآن ضغط، يمشي كرة ممتازة، ورا يوسف فارة تسلل، تسلل ضد الوفاق، تسلل على وفاق ستيف. ونشوف الضغوط على الحكم، الحكم مباراة صعيبة برشا عليه، بالفعل مباراة صعيبة برشا، ديربي مغاربي بحماس جماهيري رهيب، جمهور الترجي ولاعب الترجي كان يلعب بالإنذار اللي لعب الكرة سيايا بعد الصافرة، جمهور الترجي كان يعرف أن سيايا عنده كارت أصفر، كان يحاول يستغل طبعا الإنفلونس والبريسيون على الحكام موجودة في كرة القدم في العالم في أي مجال، خاصة لما يكون عندك الحق، بينما ترجع الكرة مرة ثانية وفي التماس لمن؟ للوفاق أو للترجي. المباراة صعبة جدا، متوازنة الآن في الشوط الثاني، صحيح فوق الترجي نسبيا في الشوط الأول، الشوط الثاني نتيجة عادلة متعادلة، والترجي ما خلقش فرص في الشوط الثاني، بينما نادي وفاق ستيف، بينما هذه الكرة من أوري بيانفونو، أوه على الكرة، أين ذهبت؟ كرة برا، كرة برا، كرة أونري، أحلى كرة لعبها أونري لو دخلت، لو دخلت اليوم أنت إمبراطور الأباطرة، أنت ملك الملوك، أنت زعيم الزعماء، أنت لاعب اللاعبين، أنت نجم وأسطورة يا بيانفونو، يا أونري، كرة كانت من الكاميرون، هذه أول فرصة للترجي في الشوط الثاني، الشوط الثاني الوفاق ستيف كان أخطر. كان خاصة أكثر حضور في مناطق الترجي الرياضي. بقى شوية حلول لكن اللمسة الأخيرة تعرفوا مدة المباريات متوازنة 50-50 يعني تلعب على كورة من هنا وكورة من هناك. الترجي يلعب من هناك من أوري بيانفونو في الجهة اليسرى. يرجع ثنائي الفريق الكل لعب مليح لكن وسط القربي وسويسي عملوا ماتش من على التراس. خطأ لخالد القربي فاول ضد باتشو. كورة ضد نزهر حاج عيسى. والحكم العماني عبد الله الهلالي. على حاج عيسى يستعمل كارت وسط احتجاج من الازهر وانذار، انذار جديد في اللقاء، صبر مسيون كبيره على اللاعبين، الترجي يلزم يركز ومرتاح احسن من الناحيه المعنويه، يلزم يستغل باش يضرب الضربه. عربيا في ملعبها 20 مباراه، وفاق ستيف تعادل اربع مرات، ربح 15 ماتش، خسر كان مره، من 2005 ما خسرش ماتش دولي في ملعبه، لما كان الهزام 2-0 بثنائية البرازيلي سيرجيو لنادي اتحاد جدة السعودي. يمشي كرة خطيرة جدا لو مرت، لكن لاعب بخبرة العفاوي ما ضيعهاش. تخرج كرة لفريق الترجي الخليج شمال. مهما ستكون هذه المباراة، متأكد أن الحسم سيكون في رادس أو في المنزه لفريق الترجي وستيف، ثم نقطة أخرى، بينما هذه الكرة مايكل الرامو والتماس للترجي. قلت أنه الترجي مهما سيكون هذا المساء برافو، يستحق تشجيع، لأنه في 48 ساعة يلعب مباراة بهذا الحجم بعد ضغوطات بريسيون البطولة، هو يلعب على اللقب مع الإفريقي بعد تخلي النجم ممكن على المنافسة، بينما الكرة تمشي خطيرة للفريق التونسي، ترجع مرة ثانية بالراس في وسط الميدان، الترجي كل ما يلعب في مناطق الوفاق يكون أفضل، بينما المرتدة من حاج عيسى، حاج عيسى في كرة خطيرة، حذاري من التوزيعة، يمشي الصعيبة والحكم إشارة من المساعدة، إشارة من المساعدة، وكرة خرجت
حكم عبدالله الهلالي في لحظات تتجاوزها الأحداث. فعل مباراة تزداد صعوبة لها. تزداد صعوبة كل فريق متشبث بنتيجة. هذا حق مشروع أمانة. وفاق يحب يربح يحب يمشي يكون صفر هدف. ولا الترجي يلعب من أجل حضوره والحفاظ على إمكانية التنافس على اللقب العربي. حق مشروع قلت الكاميرين. بينما عصاب مجهود حقيقة في الملعب. وفاق بمثل هذه الاحتجاجات أنا نشوف أنه يضيع في تركيزه. معناها كل العناصر في الدقيقة 70 في صالح الترجي التونسي لو يستغلها صح. لو يستغلها صح. تمشي كورة من خالد القربي. سبيسياليست اليوم أخصائي الكرات الثابتة. تمشي كورة لفريق الترجي خليل شمام أيضا. خليل يقول له خل ننفذ أنا لعل تبديل السروج. القربي يقول له عمل عليا والقربي يوزع وكورة تمشي عند الحارس فراجي. تمشي كورة عند فراجي أمام الدربالي. يرجع الترجي في البوزيسيون بتاعه على المستوى الدفاعي هذا هو المطلوب. حذاري من ترك مساحات. الوفاق يلعب كرة طويلة ما لقاش حلول في كرة سهلة تطيب الراس صعبة جدا والدفاع ملعبدي في آخر لحظة ما زالت الخطورة ما غير خطأ وفي فاول يصفر خطأ الحكم العماني. عبد الله الهلالي يقول خطأ ضد الترجي وأجواء الجماهير ترتفع الآن في ريتم وفي قاعات استاد 845. شوف الكرة الأخيرة أمامكم الصورة أمامكم الصورة. لعب عبد الملك زيايا يفقد الكرة مع جونفيه الحكم قريب يقول خطأ. وهذه هي الشماريخ استاد الكحلة والبيضة استاد لونتونت الوفاق. وفاق ستيف النادي العريق اللي تأسس عام 58. الوفاق اللي موجود في نصف نهائي كأس الجزائر أول البطولة الجزائرية فارق بأربع نقاط على البرج جارو برج بوعريريج اللي يسمى الجراد الأصفر. مع العلم أنه فريق الوفاق عنده أربع مباريات ناقصة وأيضا يلعب في دوري أبطال العرب السيمي فاينل وموجود في كأس أفريقيا. على فكرة في كأس الكاف سيقابل نادي أنغولي نادي اسمه ليبولو من أنغولا. بينما كرة خطيرة كرة أخرى خطيرة عن طريق فرانسوا أمبان. أجواء جماهيرية ساخنة جدا هنا في ستاد لونتونت. فرانسوا أمبان والعموري جديات في الدقيقة 72 27 دقيقة من الشوط الثاني. الكرة الأولى فسخها القصراوي بمعزة. الكرة الثانية يا ستار كرة قريبة للفريق الوفاقي. حكم العماني عبد الله الهلالي. الإياب سيكون عصام عبد الفتاح إن شاء الله. الاحتجاج والنقاش على تسعة أمتار وكرة خطيرة وبرافو يا حمدي برافو يا قصراوي. نسخة مطابقة للكربون نسخة يعني فوتوكوبي فوتوكوبي فما الجزائري مثل ما يفهمها التونسي. نسخة مطابقة للأصل والقصراوي في الكورنر. الوفاق الآن يلقي بكامل أوراقه في الأتاك. برشا توقف لعب حماس جماهير منتظرة لاعبين متوثبة مدربين مركزين. امشي كرة من الركنية للوفاق الصطيفي. وفاق ستيف والترجي 0-0. حديث بين المساعد والحكم. تدخل رجال الأمن ماذا يطلب الحكم العماني. ممكن هي نظرة للشماريخ لكن ترجع المباراة هذا المهم. مباراة رغم حساسيتها أهميتها رغم طابع الجوار فيها فانو كالعادة كانت وفية للتراديسيون والتقاليد الرياضية الكروية التونسية الجزائرية. كل واحد من حقه يربح ويحب يربح لكن باحترام المنافس. بينما خطيرة والدفاع يخرجها من قلب المرمى. هذه كرة ثانية صعبة جدا وكرة والحارس القصراوي والحكم يقول خطأ للترجي. هدي هدي الآن مباراة صعبة جدا مباراة صعبة جدا وتهرب على الحكم العماني. الآن المباراة بدأت تهرب على الحكم عبد الله الهلالي أمانة. أعصاب مشدودة إن شاء الله معناها المباراة أمانة نقولها بكل تلقائية يوصلها الحكم العماني لبر الأمان. ما فيش تسلل الحاج عيسى يعمل كنترول وفرصة كبيرة ضاعت على الوفاق. فرصة كبيرة ضاعت على الوفاق. مباراة حقيقة ديربي الديربي وفي لتقاليده وفي لإثارته. هذه الكرة الأخيرة خرج حاج عيسى كسر الأوفسايد كسر التسلل اللي ظل مايكل. شوف الكرة الأخيرة والتدخل قوي تدخل قوي مخالفة موجودة كانت مخالفة موجودة من اللاعب العفاوي العفاوي والقصراوي. القصراوي كان موجود وهذه الكرة الممتازة
كرة الامتياز من فرانسوا مبان باراد والأروع، كرة رائعة وجدت الأروع، كرة زوينة وجدت الأزين، كرة مليحة وجدت الحارس القصراوي ليتألق ويتصدى ويمنع هدف أكيد لوفاق سطيف. المباراة الآن ممكن نقول شوط بشوط، يعني على مسؤوليتي الشوط الأول كان للترجي، الشوط الثاني لوفاق سطيف. عبد الملك الزياية وأخلاق كبيرة، تبقى أخلاق الفرسان في مباراة الفرسان والنبلاء. الترجي أحد كبار الكرة التونسية، والوفاق الصيفي أحد أمجاد ومفاخر الكرة الجزائرية. ربع ساعة للنهاية، وفاق ستيف صفر الترجي الرياضي صفر. تمشي كرة طويلة من زيادة دربالي، دربالي يلعب الكرة الدفاع، تفوق مدافع الوفاق في الشوط الثاني على إرام وباقي رفاقه. الترجي ما شفناش في الفترة الثانية. تمشي كرة لونري بيان فينو أو مايكل إرامو، مايكل إرامو شوف بداية الثقل، شوف بداية التعب الآن بالفعل، شفتوا اللقطة الأخيرة كيفاش تحرك، بينما يتحرك دراجي، دراجي كورة والدراجي والهدف، والهدف الأول، الهدف الأول يا دراجي، الهدف الأول لأسامة دراجي، دراجي يا معلم، دراجي تتكلم، 1-0 من أسامة دراجي، هدف في وقت مهم جدا للدراجي، لذلك قلت لك هو قفل للدراجي وفيه التبجيلة، مش ممكن يا دراجي، مش ممكن يا دراجي. 1-0، 1-0 أسامة دراجي، أسامة بيكاسو دراجي يسجل 1-0، خطة التسلل اليورب بالدراجي ويسجل، هدف غالي جدا، هدف مهم جدا. شوف الكرة رجعت كيما جات، يبدلها بيانفوني ما فيش اوفسايد، كسر التسلل راحو، خسر الدراجي، رفع الدراجي، سجل الدراجي. هدف مهم جدا للترجيين، هدف مهم جدا للفريق العاصمي التونسي. 1-0 أسامة الدراجي، ورجع لللايف، شوف كسر التسلل راحو، كسر التسلل راحو، والدراجي هذه المرة في المرمى. 1-0 لونتونت الوفاق الصيفي، وقتك يا ابو عزي. نعم كما قلت، الدراجي بيكاسو الكرة التونسية يسجل هدف ويخرج بيان فيني، يدخل ابو عزي، هدف مهم جدا. الان كنا نطمع في 1-1، قلنا نتيجة ممتازة، اذا تقدمنا في هذا التوقيت 1-0 علاش لا يا ابو عزي، توصلها وتوصلوها مع زملائك الى بر الامان، الى شط الانتصار. ترجع كرة الوفاق الصيفي، حاول يضغط في اخر الدقائق، صعبة جدا، والدفاع والتسديدة، والترجي يحاول بخطورة واضحة، ما تمسوش ما تقربلوش لانه باتشو خطير جدا، مهاري باتشو. الضغط للفريق الجزائري، ترجع تونسية، ترجع الان للترجي التونسي، تمشي كرة، حاول يضغط الفريق التونسي، ممتاز، ماتش كبير، ماتش غير عادي، هرب اللاعب بو عزي لكن ضاعت، او التايب، ممكن التايب، التايب. ترجع الكرة في وسط الميدان، مايكل يمشي للضغط، ربع ساعة ومايكل الرامو، والكرة تضيع مرة أخرى الوفاق الصيفي، حذاري، حذاري، ويخرج حمدي القصراوي. الوقت يمر ولا يعود، والترجي في ذكرى من ذكريات أبريل، في شهر أبريل، في شهر الرابع نيسان، يؤكد أن الترجي عاد للمنافسة الخارجية بعد غياب السنين. الترجي يستعيد ذاكرة الانتصارات، ليست سهل النتيجة الحالية، ليست سهلة وفي متناول أي كان، صدقوني النتيجة الآنية ليس سهلا تمر من استاد النار والانتصار. الترجي يتقدم بهدف 1-0 أسامة الدراجي، لعب برشا ذكاء، برشا روح، برشا اصرار، اللاعبين اليوم حقيقة كانوا رجال. مايكل الرامو، مايكل الرامو يخرج الترجي، جونفيه، جونفيه، مايكل الرامو، شوف الكرة تطول، الكرة تطول لمايكل الرامو. الترجي متقدم الآن لأنه في 48 ساعة يلعب ماتش ثاني، هي اللاعب اللي يزيدك من عنده، يخرج لك من روحه، يخرج لك كل ما عنده في هذا اللقاء الهام. التحضير النفسي وجونفيه، وفي خطأ، في خطأ على جونفيه بيسالا بيكونكو. هل يكمل الترجي مسلسل الواحد صفر؟ نتيجة مهمة جدا، ليست سهلة. والآن التغيير المنتظر من المدرب عز الدين ايتشودي، كرة تخرج 6 أمتار لحمدي القصراوي،
ايضا بفضل تصديات القصراوي الترجي رجع. بينما الان يدخل رمزي مارسيل اتيكو، قلت لكم اسلم في الجزائر الشقيقه، ويكون بعد تجربه فرنسيه يكون عنصر بارز في الفريق الوفاقي. هذا هو اتيكو مارسيل، اتيكو بديل الكامروني فرانسوا مبان. بينما رقم 15 بوعزه فهم يستعد للدخول في الدقيقه 80، في الدقيقه 80 خرج لزهر حاج عيسى. طبعا الاوراق تختلط بالنسبه لعزتين ايتشودي، لا ادري ان كان الترجي ارتاح من قوه الحاج او سيعاني من دخول بوعزه الجزائري. تمشي كره مره اخرى بالراس، يلعب دين السويسي في خطا، في فاول لعمور الجديات. اخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق في اجواء جماهيريه كبيره جدا، في مباراه مثيره جدا هنا في ستيف. تضيع الكره لمن؟ لدفاع الترجي، ترجع الكره لدفاع الترجي بامكانيه مايكل الرامو. لمن الافضليه؟ فريق الترجي لعب مباراه الموسم امانه. زياد الدربالي، قلت لكم في الشوط الاول الترجي ذكرني في اللقاء هذا باللقاء اللي قدمه في ليبيا ضد الاهلي. بينما تمشي كره خطيره، اديكو اديكو، والدفاع بصعوبه من جونفيه، والتسلل للترجي، التسلل للترجي التونسي على عبد الملك الزيايا. 9 دقائق، الوقت يمر، كل الترجيين يستعجلون النهايه الان، والوفاق ينتظر كوره للعوده في البطوله. حسين مترف كومنتوس جنرال، اعطيوه الرتبه اللي تحبوها فوزي البنزرتي. تمشي الكرة مرة أخرى لحمدي القصراوي، خيار سليم من إدارة الترجي. يمشي مايكل الرامو والحكم يقول خطأ، المساعد، المساعد يقول فاول للاعب إسماعيل ديس. ما زالت المباراة طويلة هنا، وما زال اللقاء لم يحسم هناك، ما زالت ورقة الترشح تناغي العاصميين الترجيين وتداعب الفريق الصيفي الوفاقي. تمشي الكرة مرة أخرى، 3 شاشات عملاقة اليوم في ولاية ستيف من أجل متابعة المباراة. الترجي اختار الإقامة في العالمة في أوتيل اسمه الريف، 30 كيلو على ستيف، للابتعاد عن الأجواء المباراة الحماسية وحماسة الجماهير، وانذار في محله، انذار في مكانه على وليد التايب، انذار في مكانه، ما فيش كلام على وليد التايب. مباراة فيها تقريب 7 أو 8 انذارات، فيها برشا إثارة، فيها برشا حماس، فيها برشا دويل، فيها برشا صراع على الكرة، فيها حقيقة روح الرجال اليوم بين الوفاق الصيفي والترجي التونسي. ترجع الكرة زين العابدين السويسي، أي ماتش لعبوا الولد السويسي، أي ماتش عملوا زين العابدين اليوم مش ممكن. والكرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، الوقت يمر، مباراة أعصاب الآن. الوفاق عليه أن يحسب حسابات، الهجوم الضاغط من مرتدة ثانية للترجي التونسي. ترجع الكرة مرة أخرى، أديكو، هاديكو ممكن تاخر خروجه او تاخر دخوله عفوا. ترجع الكره، المراوغه السالمه ما نحبهاش، تمشي الكره مره ثانيه، مجهود الوفاق والتوزيع لستيف، والراسيه ولا احلى يا شمام، ولا احلى يا خليل. تمشي الكره ما غير كورنر، ما غير كورنر، وتمس، اوكي تمس، خرجت الكره من بوعزي، وجدي بوعزي ياخذ الكره، وجدي بوعزي يدخل، لاعب ايضا قادم انتظروه في عرف الكره التونسيه في عالم المبدعين، وجدي بوعزي. تمشي كرة طويلة لفريق الوفاق الصيفي عن طريق الحارس فراجي، فراجي يلعب الكرة لإسماعيل ديس. تقريبا دقيقة 83، الثلوج ممكن بصدد العودة، والترجي بصدد عودة تاريخية لتونس بانتصار في الملعب الصعب استاد النار والانتصار، ولكن المكسب حالي للترجي. تقدم الكرة وتوزيعها، والكرة برا، الكرة برا. 7 دقائق، زيدهم 4 أو 5 دقائق من الحكم العماني، أقل من ربع ساعة، 12 دقيقة ما زالت ماكسيموم على رقمك يا شمام، فاصبر يا خليل، واصمد يا شمام. يمشي كورة مرة أخرى، أديكو، أديكو، يلعب الكورة بوعزي، بوعزي تتهيأ الكورة، خطيرة الوفاق الصيفي وكورة 6 أمتار، 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي. الوقت يمر ولا يعود. الترجي يلاعب بطل العرب وفاق ستيف وبطل الجزائر المرتقب. وليس بطل العرب لنسخة بل لنسختين، يعني سيمي فاينل هذا العام يأكد به الوفاق أنه من أحسن الأندية العربية. قلت لك أنا بالنسبة لي
نشوف انه ملاقات الاسماعيلي والاهلي الليبي والستيف وان كتب النهائي ضد السي اس اس او الوداد ما تمناه كتونسي امانه النادي الاصفاقسي طبيعي احلم مثل التوانسه بالنهائي التونسي 100%، لكن نقول انه يلعب مع الوداد او اصفاقس لو في حاله التاهل كلها اختبارات للافكتيف للزاد البشري. هل وصل الترجي نتاع حمدي المدب والترجيين جميعا انهم ينافسوا على بطولة افريقيا الشامبيونز ليج العام الجاي او مازال وقت؟ مازال بكري شويه، مازال التعزيزات اكثر. انا نشوف الترجي بهذه الاختبارات يحط نفسه في اي وضع الان، حاليا نشوفه في وضع ممتاز، في وضع امتياز، انذار مشى على الدربال يظهر لي، تمشي الكرة مرة أخرى في وسط الميدان التايب، ممكن يدخل لاعب أيضا آخر الآن، لما لا يوسف المساكني لاعب ينوم اللعب عنده مهارات يربح مخالفات، بديل لوليد، لأن وليد تقريب تعب وقدم مردود كبير. في الكولوار اليمين برافو وليد التايب اللي نقول قوة الفريق الجزائري في الأطراف اليوم ما شفناهاش. 85 دقيقة والكرة برا مع إصابة لأحد أسماء الترجي. هذه هي المباراة اللي قيل حولها الكثير، اللي انتظرها الجميع، اللي حتى الساعات الأولى من نهار هذا اللقاء ومن نهار السبت 11 أبريل 2009 هل ستلعب المباراة أو تتأجل للعوامل المناخية بالثلوج، ولكن في الأخير كتب لها أن تجرى ولحد الآن مكتوبة لك يا ترجي 1-0 وسامة بيكاسو الدراجي. مازالت 5 دقائق، مازال برشا لعب، مازال برشا لعب، لأنه لقدر الله الواحد واحد يرجع ستيف اللعبة، وحتى لو نفوز 1-0 ستيف يبقى الوفاق والوفاق يبقى ستيف. لابد من التواضع إلى آخر الصافرة لتصفيرة عصام عبد الفتاح بعد 10 أيام أو أسبوعين بالضبط هناك في استاد رادس. نمشي كورة ما غير خطأ، ما غير خطأ، وليد التايب يربح 6 أمتار. نعم 6 أمتار لفريق الترجي، أو الحكم أشر لكورة الاصطيفية على ما يبدو، على الأقل هكذا أفهم من إشارة مترف. بالفعل قال خطأ أو ركنية، سنرى الكورنر ما فماش، المخالفة هي قررت الحكم. ماذا أعطى؟ أعطى ركنية، اعتبر وليد التايب هو آخر من مسها. في دقيقة 87 يدخل العربي جابر. الترجي يلعب 3 في المحور الآن في الدفاع في اللاكس، لأن الوفاق يلعب حله الوحيد سلاحه الأوحد الكرات الطويلة. الكرات الطويلة الآن في منطقة الديزويت، في منطقة ال 18، لذلك البنزرتي يتفطن يخرج زين العابدين السويسي ويقحم العربي جابر. حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الكرة خطيرة وصعبة، مرت من الطرف الله مرت صعبة. يتقدم الترجي عن طريق كرة جديدة كونتر اتاك، يور مايكل إينيرامو، مايكل الدبابة إينيرامو، يتقدم من إينيرامو، إينيرامو، إينيرامو يحاول يربح ركنية، يوزع كرة خطيرة من النيجيري إينيرامو. كرة كانت ملعوبة لوجدي بوعزي على القائم الأول في مستوى 6 أمتار. كرة أخرى كانت 2-0. 3 دقائق، الوقت يمر، الوقت يمر. بالخبرة بالطموح بالأداء الترجي مباراة وهذه يلزم يسلكها أمانة. 1-0 هنا في الملعب الصعب، ملعب النار والانتصار، كان اليوم الموعد للانتظار وكان الانتصار للعاصمين حاليا على الأقل. يعني سبقت أنا، مازالت ما تلعبتش، مازالت ما تحسمتش، مازالت ما تكتبتش. حذاري من كرة للفريق الوفاقي، كرة طويلة يلعب على الكرات الطويلة خطيرة، هديكو رمزي والدفاع، والدفاع الجزائري. 6 أمتار، 6 أمتار يقول المساعد والحكم يقول ركنية، يعني ما فيش انسجام أمانة، ما فيش انسجام. حكم المساعد قال 6 أمتار، عبدالله الهلالي قال ركنية. 88 دقيقة، تمشي كرة للوفاق خطيرة، والدفاع من مايكل الرامو، يدافع مايكل، يلعب كرة في العمق يحاول يوصلها هذه المرة للهجوم، ولكن يرجع على الدراجة الدفاع الصيفي. تمشي كرة طويلة بالراس للفريق التونسي من غير أخطاء. الكرة عندنا 5-1، 5-1 الترجي ياخذ الكرة، نربح ثواني ولحظات، والكرة عند الحارس فراجي. الوفاق ما قصرش في الشوط الثاني، ضغط خلق فرص، لكن القصراوي كان ممتاز ودفاعنا كان رائع في الشوط الثاني. ومن كرة مرتدة الكونتر اتاك اللي تكلمنا عليها دراجي فتح باب التسجيل، بينما كرة للوفاق الصيفي والكرة تخرج ركنية.
ركنيه يقول الحكم المساعد للمره مع كره جديده. هنا البوزيشن بتاع اللاعبين حذاري تمشي كره بالراس ما زالت صعبه والتسديده لم تاتي. برافو دفاع، برافو دفاع الترجي التونسي، معاناة كبيرة طبعا. البطولات تكسب في الخسرة والمباريات الكبرى هي اللي تعطيك المعدن للاعبين، هي اللي تعطيك معدن الرجال. مباراة صعبة مع فريق صعب الميراث اسمه وفاق ستيف، الوفاق يوزع ما ينجحش والكرة ترجع للدراجي. دراجي دراجي يلعب كرة مايكل الرامو في الدقيقة 90، هرب الرامو مش ممكن ما ضاع للحكم. لا هذه سامحني، هذه سامحني، هذه سامحني بالفعل، هذه لا بالفعل، هذه لا صراحة، هذه لا، كل شيء ممكن يمر. هذه غريبة، غريبة برشا. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي في الدقيقة 90، يمشي بوعزي، يمشي وجدي بوعزي، بوعزي بوعزي في الدقيقة واللحظات الأخيرة. بوعزي يحاول ينتظر يعمل حل فردي، إصرار من بوعزي لكن يخسر كرة. أين الكرة؟ أوه كونتر أتاك، الله على مرتدة يا بوعزي، تمشي كرة والدفاع التونسي موجود، الدفاع موجود في وسط الميدان. مرة أخرى الوفاق ستيف يضغط الفريق الوفاقي. 90 دقيقة بالضبط، خد العياري باش يدخل الآن. قلت لك خد العياري بوعزي ومساكني تصورت التغييرات، جبت اثنين من ثلاثة مش مقسم. وتمشي كرة التماس، التماس للترجي. كم أضاف عبد الله الهلالي، كم زود الهلالي، كم زود الهلالي، كم زاد الهلالي. الوقت الضايع 1-0. الترجي التونسي الآن عنده مساحات وعنده فرص. شكرا، وإن شاء الله نكون موفقين في نقل المباراة مع زميلي الجزائري عبد الله أو عبد العزيز الزواوي على الصوتية الأولى باعتبار مباراة في ستيف. موعدنا إن شاء الله في رادس، بينما الانطلاقة في الوقت البديل. ترجع كرة لفريق الوفاق، إمكانية كونتر أتاك، هدف التفوق للترجي كان في آخر ربع ساعة. مايكل الرامو متسقيك ما تخافش كالعادة. ترجع الكرة مرة ثانية، مرة ثانية الوفاق مازال مصر الفريق الجزائري، مازالت المباراة ما فاتتش. شوف الإصرار، هذه كرة تخوف مرة أخرى. حماني والدفاع وترجع كرة البوكونغو، بوكونغو شون في بسالا. الترجي بالفعل قدم مباراة من ناحية تكتيكية روعة، من ناحية الجرينتا والروح والإصرار كبيرة، من ناحية الانضباط كبيرة، من ناحية الروح نتاع الولاد كانت ممتازة جدا. بينما كرة ممتازة للوفاق، التوزيع والدفاع، الدفاع يتصدى بوعزي. شوف الروح، شوف الروح، شوف الروح، شوف الروح، يمشي بوعزي، بوعزي بوعزي بعدها يا وجدي، يا وجدي يا بوعزي. ترجع الكرة مرة ثانية للوفاق الصيفي والتماس. دقيقة ونصف والترجي عنده كونتر أتاك، عنده كونتر أتاك. دراجي 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 حاول يمر، برشا خبرة، برشا خبث الولد هذا، ما تخافش عليه، ما تخافوش عليه. دراجي في المنتخب الوطني مكانه مضمون الآن. كويلو أكيد يتفرج، الماجري يقول له إذا هو ما تفرجش. الدراجي صانع ألعاب المنتخب. يخرج إذن وليد التايب ويدخل خالد العياري في دقيقتين وقت ضايع. الترجي يقترب من إنجاز أول فريق مغاربي يفوز على وفاق ستيف في الجزائر، وثاني انتصار أو ثالث انتصار في تاريخ الترجي في الجزائر. 1-0 على اليو اس ماد ياكي، 5-0 على اتحاد البليده في ابطال العرب 2004. واليوم طبعا المباراه الاغلى لانها المباراه الاصعب امام رمز من رموز كره الجزائر. 3 دقائق وقت بديل، لم نرى كم اضاف الحكم، لكن المهم ان اولادنا يصمتوا في اخر الدقائق. تمشي كره بالراس من زياد الدربالي، دربالي يلعب الكره تسبق. الوفاق كان تعب بدنيا، لا ادري، انتظرنا أن الوفاق باش يصنع الديفيرانس الفارق من اللياقة البدنية، بالعكس الترجي تفوق في الجانب البدني 90 دقيقة. بركلة خمسة والخميس علينا، نهائي إن شاء الله يكون لنا. ترجي كالعادة اليوم تزهينا، حاليا 1-0 في 93، مازالت دقيقة، مازالت اثنين، ننتظر ننتظر. نتيجة رائعة جدا، هدف مهم، لكن الأهم الحفاظ عليه بكرة طويلة. القصراوي موجود، حمدي القصراوي موجود، كان قدم البلوس اليوم صراحة في الكورتين بتاع الجديات
ومتاع فرانسوا مبان. كم سيضيف الحكم العماني عبد الله الهلالي؟ اوشكت على النهايه يا ترجي، وما زال الوفاق ما زال يصارع بالجرينتا متاع الجزائريين. تمشي كره طويله لمن الراسيه، خوذ عليه، ترجع الكره جونفيه بيكونكو بيسالا، يبعد الكره لفريق الوفاق الصيفي. مازالت خطوره، مازالت الخطوره في كره تمشي من زيايا، يرجع الزيايا يلعب المراوغه الاولى والثانيه، والكره مازالت صعبه الوفاق الصيف. اخر كره مع توزيعه، مع خطوره، مع كره يخرج القصراوي. مش ممكن يا عربي يا جابر، مش ممكن. كرة أخيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت الضايع، إصابة وسلامات للقصراوي مع كرة ستعاد طبعا في الركنية مع وقت مازال في عمر اللقاء. لم نرى أمانة كم أضاف الحكم العماني السيد عبد الله الهلالي. كانت كرة مجانية، بعد الكرة يا جابر ما نعملوش على القصراوي، مرة يخيب ومرة يسيب، لكن ما شاء الله اليوم كان دائما كان موسيف تدخلاته. مات زقيق، مش ممكن. الحمد لله ان القصراوي مد ايديه، ولا كان هدف التعادل القاتل الوفاق. 1-0 غير 1-1. صدقوني الوفاق بطبيعته لن يستسلم، فواحد صفر تعطيك اسبقيه اكثر، تعطيك افضليه اكثر في استاد تونس، في استاد الانصار. الترجيين خطيره، والدفاع رجع كره بالراس، ما زالت الامكانيه، والترجي في كنترول ضايع. تمشي كره وفي لمسه يد الحكم، يقول الحكم وما زلنا نلعبوا 5 دقائق، ما زالت المباراه متواصله. في الدقيقه 95 مع اخر كره للوفاق عن طريق اللاعب رقم 15، لاعب بوعزة فهام، يلعب كرة صعبة جدا. القصراوي والدفاع، والكرة تخرج من قلب المرمى، خرج العربي جابر أو الدربالي. برافو يا زياد. أعطيني تغيير ثالث يا فوزي، أعطيني تغيير آخر يا فوزي. الوفاق يضغط باكتساح. آخر دقيقة، آخر لحظة، آخر فرصة. تمشي كرة جديدة لوفاق ستيف، والدفاع ماذا ينتظر؟ الحكم ينتظر كونتر اتاك ويزفرها في انطلاق البوعزي. مش ممكن. الترجي في كرة الهدف الثاني، عبد الله الهلالي يقول لهم انتهت يا هلالي. والترجي يتفوق في لقاء كبير، 1-0 على وفاق ستيف. هاردك الوفاق، مبروك للعاصمين الترجيين. الترجي انتصر في استاد ستيف 1-0، وطبعا نقاشات كبيرة مع الحكم الهلالي في كرة أخيرة كونتر اتاك البوعزي، باش يحكي عليها خالد حسني محي الدين خالف. الشوالي حكاها وانهاها على هدف أسامة بيكاسو الدراجي. الدراجي 1 وفاق ستيف 0، مع تحيات له من الاسم عصام، من لقب الشوالي، ومن الصفة معلقي ارتي سبورت. إلى اللقاء على صورة المبدع صاحب الروايع أسامة دراجي.